المحاضرة اللي فاتت أنا كنت كاتب إنها ليكتشر 5 برضه. هي المفروض المحاضرة اللي فاتت هي ليكتشر 4، هي دي كانت فعلا بعض زمايلكم حتى نبهني ليها إن المحاضرات كانت الإندكسيز بتاعتها بدأ من زيرو، من ليكتشر 0، وبالتالي يبقى المحاضرة اللي فاتت هي الأسبوع الخامس بس هي المحاضرة الرابعة، وبالتالي المحاضرة الرابعة ومعاها شيت 4. المحاضرة بتاعت النهاردة ليكتشر 5 وهي هيبقى عليها شيت 5 برضه إن شاء الله. من غير لخبطة، المحاضرة اللي فاتت كانت داتا ريبريزنتيشن بارت 1، المرة دي بإذن الله هيبقى بارت 2 إن شاء الله. دكتور، ماشي هو لا اتفضل. لحد النهارده داخل الميد ترم كده؟ يعني دي هتخش الميد ترم؟ لا دي مش داخلة، آخر محاضرة إن شاء الله اللي داخل ميد ترم من المحاضرة اللي فاتت وشيت 4 بإذن الله. ليكتشر 5 مش داخلة. و سوري سوري معلش تاني، اللي ما حضر المحاضرة اللي فاتت. معلش مارك غالبا انا مش سامعك يا مارك. لا انا بقول شكرا يا دكتور، انا خلصت شكرا عادي. لك. وفي واحد تاني، اوكي في واحد تاني يعني طيب طيب دكتور ماشي يعني. ان شاء الله المحاضره اللي فاتت دي هتبقى الميد ترم لغايه المحاضره بتاعت الاسبوع اللي فات. بالظبط بالظبط، المحاضرة دي مش داخلة في المتر، المحاضرة بتاعت ليكتشر 5 دي البارت 2 مش داخلة. طيب طيب هنبدأ اوكي اوكي يا جماعة، شكرا يا جماعة. اوكي هنبدأ المحاضرة ان شاء الله، ولو في اي اسئلة ممكن برضو في نهاية المحاضرة ان شاء الله. طيب بارت 2 بيتكلم، لازال بنكمل على الداتا ريبريزنتيشن. الداتا ريبريزنتيشن زي ما قلنا في البارت 1 كنا بنتكلم ازاي نريبريزنت الارقام اللي معرفها بالوانز والزيروز، زي ما قلنا الكمبيوتر ما بيفهمش غير الزيروز والوانز. طيب بما انه ما بيفهمش غير الزيروز والوانز، هل الدنيا في الكمبيوتر عبارة عن ارقام بنجمعها وبنطرحها وبس؟ لا، الدنيا مش كلها اديشن وسبتراكشن، بعض الحاجات تانية ممكن نحب نكتب تكست كاركترز حروف، ممكن نحب نرسم، ممكن نحب نعمل حاجات تانية كتير. تالي المحاضرة النهاردة هتعرفك مبدئيا ازاي تعمل اكسترا اريثماتيك اوبريشن لايك سبتراكشن مثلا. حاجة تانية اعرفك ازاي ممكن نكتب تكست، نكتب كلام. ان شاء الله المحاضرة الجاية توريك ايه المينينج بتاع الجرافيكس والصور والفيديوز، ازاي بنعملها ريبريزنتيشن. المحاضرة النهاردة مينلي متقسمة جزئين، الجزء الأكبر منها بيتكلم على النيجاتيف نمبر، الجزء الصغير الأخراني بيتكلم على الكاركتر أو التكست، إزاي نكتب حروف، إزاي نكتب كلام في قلب الكمبيوتر. مبدئيا بنتكلم عن النيجاتيف نمبر. النيجاتيف نمبر هي إيه معنى كلمة نيجاتيف نمبر بالنسبة لنا؟ لما أجي أقول لك 5 بلس كام تطلع 2، 5 بلس كام تطلع 2، الإجابة هي ماينس 3، نيجاتيف نيجاتيف 3 بالظبط. فبالتالي النيجاتيف 3 ده هو عبارة عن رقم لما بنضيفه تعمله اديشن على الفايف تطلع 2. يبقى تاني ايه تعريف الرقم النيجاتيف بالنسبه لي؟ هو تعريف النيجاتيف 3. قلت لك يعني ايه نيجاتيف 3؟ تقول لي النيجاتيف 3 دي لو جمعتها على اي رقم هتطلع الرقم متشال منه 3. فكمثال ماينس 3 دي الرقم اللي اسمه ماينس 3 ده لما اجمعه على الفايف تطلع 2. وبالتالي تعريف الماينس 3 نفسه ازاي نريبريزنته؟ في عندنا اكتر من طريقه كثيري يعني، اللي هي بالبيز اور. فعندنا ممكن نقول هنا لو عندنا بالبيز ار، البيز ار اللي هو وليكن الديسيمال اللي هو البيز 10، او الباينري اللي هو البيز 2، او الهكس ديسيمال، وات ايفر. ممكن نعمل النيجاتيف باستخدام ثلاث طرق، بالساين والماجنتيود، الارز كومبلمنت او بالعربي اللي هي المتمم الار، او اللي هو المتمم ار ماينس 1. وبالتالي دي ثلاث طرق، هنشوف الثلاثه وهنشوف ميزه وعيب كل واحده. اولموست احنا بنستخدم الاولى والاخيره، الثانيه دي مجرد ان هي بنشرحها علشان تسهل لنا الاخير. فخلينا نشوف مع بعض يعني ايه رقم نيجاتيف، ازاي نريبريزنت رقم نيجاتيف. احنا اتفقنا مع بعض جوه الكمبيوتر مفيش غير زيروز وانز، فالارقام زي ما شايفينها يا اما زيرو يا اما 1. ما هيعرف منين ان الرقم ده نيجاتيف؟ هو الكمبيوتر ما بيعرفش، انت اللي بتعرف، انت بتبقى الرقم كده كده مكتوب، انت بس اللي بتشوفه كانه بوزيتيف او بتشوفه كانه نيجاتيف. كمثال هنا لو افترضنا باستخدام طريقه الساين والماجنيتيود، معناها ايه؟ اشاره وقيمة، ساين اند ماجنيتيود، إشارة وقيمة. فاحنا بنعمل فيها إيه؟ البيتس الأخيرة دي بنعتبرها هي الإشارة، هي الساين. الجزء الباقي ده هي الماجنيتيود، هي الفاليو بتاعت الرقم، هي القيمة بتاعت الرقم. وبالتالي لو كان زيرو بنقول إنه بوزيتيف، لو 1 بنقول إنه نيجاتيف. بيزد على الديفينيشن ده هيبقى الرقم ده بلس 1، لكن الرقم ده أنا هنا ده مش بحسبه. تفتكر تاني المحاضرة اللي فاتت 1 2 4 الويتس 1 2 4، طب ودي مش هقول إنها 8. الويت هنا ده انا لغيت الخانه الاخيره من الويتس، فبقى الرقم كفاليو بيتحسب بيزد على الليست 3 بيتس اللي هم الثلاثه الاولانيين، لكن الموست سيجنيفيكانت بيتس او البيتس الاخيره بقت هي بالنسبه لي الساين، هي الاشاره. لذلك رقم زي ده كام؟ 1 زائد 4 يبقى ده 5، بوست في 5. طب رقم ده تاري دي
ما تبصش فيها وانت بتحسب الفاليو، تحسب الماجنتيود كده. رقم 5 لا زال 101 4-1، بس دي بواحد يبقى نيجاتيف 5. يبقى بيزد على ده الليست سيجنيفيكانت بيتس الاخيره ما هي الا ساين، ما هي الا اشاره للرقم، والفاليو هي الاربعه بيتس الاولانيين. الطريقه دي بنسميها الساين والماجنتيود. البيتس الاخيره هي الساين تبقى 0 بوزيتيف 1 تبقى نيجاتيف. بالطريقه دي بيقول لك الويتس لو اربعه هي بيتس اول ثلاث خانات بتعبر عن الرقم، والخانه الاخيره اللي هي ال1 ديت بتعبر عن ان هو نيجاتيف. بالظبط بالظبط كده، وات ايفر هي اربعه او خمسه او بيتس، اخر بيتس الموست سيجنيفيكانت بيتس هي الساين. وات ايفر كانوا خمسه بيتس، يعني لو سته بيتس يبقى الخمسه الاولانيين هم الفاليو والسته هي الساين. ولما تيجي تحسب الرقم احسبه بيزد على مين؟ كفاليو كماجنتيود احسبه من الاولانيين من الليست، لكن كساين احسبها عن طريق اخر واحد. فالفاليو طبعا هي ككل هي بوزيتيف او دكتور نيجاتيف، معلش، بس هو دي نقصد كده احسبها كده كماجنتيود. على طول ولا هو يقول لي حاجة معينة؟ عشان انا لازم اعرف يقول لك ان هو ساين عايز. ساين وماجنتيود، يوزنج ساين اند ماجنتيود، يوزنج ساين. تمام معلش اتفضل. بقول لحضرتك انا لسه داخل دلوقتي علشان الرابط ما كانش راضي يفتح، مفيش مشكلة، ممكن تقول لي يعني الحته دي؟ هتتعاد تاني هيدا حالا دلوقتي في تلاش. فبالتالي قلنا الارقام الساين عندنا والماجنتيود هي ارقام بنبقى نقدر نعرف فيها النيجاتيف، وبنستخدمها عن طريق البيتس الاخيره. البيتس الاخيره هي الساين، هي الاشاره بتاعتي. فمره تانية رقم زي ده شيل دي من الحسبه بتاعتك، يبقى دي 5 5 بس عشان في 1 يبقى نيجاتيف 5. طب رقم ده دي 0 يبقى بوزيتيف 5. يبقى الخلاصه الرقم ده ما عادش يستخدم كويت. الويتس زمان في 4 بيتس كانت ايه؟ 1 2 4 8. انا بقول لك لا دي ما بقتش ويت، الويت هم الثلاثه الاولين بس. طب والاخيره بقت هي اشاره، هي الساين بتاعت الرقم، لو 1 نيجاتيف لو 0 بوزيتيف. سؤال؟ في سؤال؟ طب نفرق ازاي ما بينها وما بين لازم الثانية اقول اللي لك، هي البينر؟ لازم اقول لك يعني الرقم ده مثلا ده يا ترى ده 9 ولا ماينس 1؟ يعني حسب، انا بتسأل كده. هو ينفع الاثنين، ينفع الاثنين. لو انا قلت لك ان الرقم ده بوزيتيف ايوه لو unsigned، انا اعتبرت الوان الاخير ده ويت. لازم اقول لك، انا لازم اقول لك، اقول لك الرقم ده في الميموري وانا بقراه على انه رقم بوزيتيف، هتقولي يبقى 9 unsigned، ده طب signed ما فيهوش والكمبيوتر sign. بيعرف الحكايه ديت ازاي؟ هقول لك حالا، الكمبيوتر او على بيعرف اخر ازاي ان ده هقول لك دكتور رقم علامه زي ودوت رقم؟ 15. هجاوبك هجاوبك حالا هجاوبك حالا. وبالتالي انا ما ببص للرقم ده زي ما بقول لكم مره تانية، انا لما بقول لك الرقم ده لو رقم ساين وماجنتيود تقول لي ماينس 1، طب لو قلت لك الرقم ده ان ساين يبقى كام؟ تقول لي ده 9. الكمبيوتر بيعرف ازاي؟ هقول لك كمان شويه، اصبر بس شويه. خلينا دلوقتي نعرف يبقى ده كده الساين والماجنتيود بطريقه الريبرزنتيشن دي. بيزد على الطريقه هقدر اقول خلاصه ان البيتس الاخيره ما عادتش ويت، البيت الاخيره هنا بقت عباره عن ما بقتش 2 ان ماينس 1 حتى اللي هي اخر بيتس، لا بقت الاخيره دي هي الساين بتاعتي 0 بوزيتيف 1 نيجاتيف. طبعا الطريقه ديت هو بيقول لك كمثال الرقم ده ماينس 2 دي 2، وعشان دي 1 بقت ماينس 2 دي كده ماينس 2 تاني، عشان انا قلت ان الرقم ده مكتوب باستخدام الساين والماجنتيود. لو انا جيت تبص للسيستم ده هتلاقي مره تانية احنا قلنا الويتس كام عندنا؟ قلنا الويتس عندنا 1 صح كده؟ 2 4 واخر واحده دي اشاره ساين ماليش دعوه بيها. يبقى اكبر رقم بوزيتيف هنا ايه؟ ان تحط كل ده وانز، تحط ده زيرو. طب الرقم النيجاتيف يحصل ازاي؟ لما تخلي اشارته نيجاتيف وتحط الرقم قدامه، وبالتالي الرقم بتاعك بقى عباره عن ايه؟ ماكسيمم او مينيمم بوزيتيف نيجاتيف 7، بوزيتيف او نيجاتيف 7. مره تانية ليه؟ لو حطيت دي 0 يبقى بوزيتيف، لو حطيت دي 1 يبقى نيجاتيف. يبقى عندك لو 4 بيتس كانوا زمان لو كلهم بوزيتيف نمبر unsigned كان ساعتها قلنا 2 تو ذا باور 4 تدينا 16 كومباينيشن، 16 دول ابتداء من 0 يبقى الماكسيمم 15 اللي هي 4 وحايد، ده لو unsigned. لكن بما انه signed شلنا من الاربعه دي واحد، فبقى كان بقى ريبريزنت الرقم في 3 بيتس، 3 بيتس 2 تو ذا باور 3 ب 8 يبقى من 0 ل 7، وممكن يبقى بوزيتيف او نيجاتيف. تاني 4 بيتس بفترض كانهم 3 بيتس، البيتس الاخيره اتشالت من اشاره، 3 بيتس الباقيين 2 تو ذا باور 3 ب 8 كومباينيشن من 0 ل 7، من 0 ل 7 ممكن يكونوا بوزيتيف او نيجاتيف، وبالتالي الماكسيموم بوزيتيف 7 المينيموم نيجاتيف 7. تيبيكال لو 3 بيتس هيبقى كانهم 2 بيتس بس، 2 اس 2 2 باور 2 ب 4، ال 4 تدي 4 كومباينيشن من 0 ل 3 بوزيتيف او نيجاتيف، من 0 1 1 ل 1 1 1 دي مجرد ساين. يبقى ان جنرال ان بيتس يبقى عندي عدد الكومباينيشن طول عمرنا بنقول 2 تو ذا باور ان تدينا الكومباينيشن. انا قلت هنا ليه اشاره؟
زي ما قلت لك الاربعه كنت بشيل واحده، يبقى 2 اس ان باور ان ماينس 1 عشان في بيتس اتشالت. وبعد ما تجيب الرقم ده ليه بنطرح ماينس 1؟ عشان الرقم بيبدا من الزيرو، عشان الارقام تبدا عندي من الزيرو. المينيمم هو الماكسيمم بس نضربه في اشاره ماينس، هي نفس الايكويشنز بس مضروبه في اشاره ماينس، وبالتالي نقدر نبريزنت الارقام. طبعا في هنا في حاجه مشكله في السيستم ده، البريزنت رقم اكبر من 7 يبقى محتاج عدد بيتس اكتر من، محتاج 5 بيتس على الاقل، صح كده؟ عشان تبقى بريزنت ممكن احط عدد بيتس جنب بعض اكتر من 4. اه اللي انت عايزه، انا في السيستم انا حر اعمل اللي انا عايزه، 10 20 30 انا اكبر البايت يعني بايت 4. طب البايت 8 بيتس لو على كلامك، فالبايتس 8 فانت ينفع تعمل. السؤال لو انت عايز اكتر من كده انت حر على فكره، اعمل اللي انت عايزه. طبعا في ستاندرد، في ستاندرد بيقول للحاجه بنعرفها في كام بيتس، في ستاندرد موضوع للحاجات دي، وبالتالي الناس متعارفه لو رقم صغير بنحطه في كام، لو رقم كبير ده ستاندرد. بس انا كشخصيا انا حر، انا هعمل اللي انا عايزه، اعمل ستاندرد اللي انت عايزه واستخدم في السيستم اللي انت عايزه. دكتور هو ايه القانون اللي ده؟ دكتور هو مش هو بس بحط دي في الرولز دي بحطها بشكل جينيريك. مش احنا قلنا لو 4 بيتس جبت الرقم ده ازاي؟ مش انا قلت 2 باور 3 2 باور 3 8، جبت 3 دي منين؟ اللي هي n ماينس 1، هي دي ال n ماينس 1. فانا بقول هنا ايه 2 باور n ماينس 1، عشان كده قلت 2 باور 3 ب 8 اللي هي الايكويشنز دي 2 باور 3 8. وبعد كده انا قلت 8، قلت 8 كومباينيشن بادئ من الزيرو يبقى بقى اخري 7، فانا خدت الرقم ده طرحته منه 1 اللي هي الماينس 1 دي، يبقى دي الايكويشن لايا كان عدد البيتس 2 باور ان ماينس 1 ماينس 1. بنقول ليه ان ماينس 1 هنا؟ لان في بيتس من الاربعه دول اتخذت كاشاره كساين، وبالتالي اتبقى لي ان ماينس 1 بريبريزنت فيهم، يبقى عندي ان باور ان ماينس 1 كومباينيشن اللي هم الثلاثه بيتس الاولانيين ماينس 1 عشان بادئ من الزيرو زي ما انا قلت. اوكي، ملحوظه مهمه على فكره، السيستم ده احنا بنقول لو 4 بيتس اداني بالبوزيتيف 7 نيجاتيف 7، دول كام رقم؟ من بوزيتيف 7 لنيجاتيف 7 دول 15. طب المفروض 4 بيتس يدوني 16 كومباينيشن، في كومباينيشن ناقصه اللي هي بوزيتيف ونيجاتيف 0. فللاسف في السيستم ده لو انت كتبت كده، لو انت كتبت 0 0 مش عارف بس اكتب 0 دكتور عايز اقول حاجه، سوري عايز اقول حاجه بس اتفضل. هو ازاي افرق يعني؟ هو دلوقتي المفروض ان هو في اول بيت بيتحدد هو نيجاتيف، انا جاوبت ازاي هميز، ازاي هتميز؟ بس ازاي هتميز؟ اتفضل. تمام. طب هو ده ازاي فرق بينهم وبين البيت العادي؟ ما البيت العادي برضو فيه بيبتدي برضو اول حاجه. تمام، هو زمايلك سالوا نفس السؤال ده وقلت لهم هجاوبكم حالا، هجاوبكم حالا. بالنسبه لي لو انا بتكلم في امتحان وفرق وقلم لازم اقول لك، لازم اقول لك سؤالك لو انا عايز اديفاينه بشكل افضل، الكمبيوتر ازاي بيفرق؟ لكن انت كبني ادم او سؤال في الامتحان هقول لك يوزنج انسايند using sign and magnitude، فانا لازم اقول لك. لو انا ما قلتلكش انت هتعرف ازاي؟ او شويه باترنز فرق واحد. اوكي كده؟ فمره تاني سؤالك هو ازاي الكمبيوتر بيفرق؟ فده انا هجاوبه حاضر. خلاصه الكلام هنا بقول 4 بيتس يدوني 16 كومباينيشن، لكن من بوزيتيف 7 لنيجاتيف 7 لو عديتهم هتلاقيهم 15 ديجيت، في رقمين مكررين اللي هو البوزيتيف والنيجاتيف 0. هو مفيش حاجه اسمها بوزيتيف ونيجاتيف 0، بس للاسف بالسيستم ده بقى عندي الزيرو موجود مرتين، ممكن يبقى جنب منه بوزيتيف وممكن جنب منه نيجاتيف، فده مش حلو، حاجه مش حلوه في الساين والماجنيتيود. بص خلينا في الطرق الثانيه، الطرق الثانيه احسن، خلينا نشوفها هتعمل ازاي. في طريقه اسمها التنز كومبلمنت. التنز كومبلمنت احنا هنشرح التنز كومبلمنت دي ليه. طول عمرنا عارفين ان انا لو عشان اسبتراكت ليه طريقه كده من سبتراكت، انا هوريك طريقه هنا ماتيماتيكالي تقدر تعمل سبتراكشن، تطرح يعني من غير ما تسبتراكت عن طريق الاديشن. يعني احنا هنعمل اديشن اوبريشن، هنجمع، هنعمل بلس اوبريشن، النتيجه هتطلع السبتراكشن مش هيطلع الاديشن، باستخدام حاجه اسمها التنز كومبلمنت. خلينا نشوف يعني ايه تنز كومبلمنت والناينز كومبلمنت. بيقول لك لو احنا عندنا 4 ديجيت، احنا بنتكلم على الديسيمال، الارقام العاديه بتاعتنا زي ما احنا اتعلمنا، هناخد في الديسيمال سيستم وبعد كده هنعمل مابنج للكلام ده على الباينري. فخلينا الاول نشوف في الارقام الديسيمال بتاعتنا يعني ايه الارز كومبلمنت والار ماينس 1 كومبلمنت. بيقول لك رقم زي ده 7، 7 ده التنز كومبلمنت بتاعته بكام؟ الرول بتقول ايه؟ 10 باور n ماينس n. طب انا بقول لك هنا 4 ديجيت يعني n ب 4، يبقى 10 باور 4 ماينس n. 10 باور 4 عشان احنا قلنا 4 بيتس ماينس الرقم بتاعك يطلع 9993،
بقول لك ده التنز كومبلمنت للرقم ده. يعني بمعنى تاني ايه؟ الرقم ده نحط عليه كام عشان يبقى الرقم 10,000، يبقى كله صفار وجنبي واحد، هو ده معناه اللي يكمله. طب الناينس كومبلمنت معناه ايه؟ ناينس كومبلمنت هي الرول بتقول 10 يعني اللي قبله بقى يبقى كله تسعات، يعني الرقم يبقى ازاي كله تسعات. فانت من غير رولز الموضوع سهل قوي، شوف الرقم السبعه دي فاضل لها كام وتبقى تسعه؟ فاضل لها 2. الزيرو ده فاضل له كام يبقى تسعه؟ فاضل له 9. الزيرو ده فاضل له كام يبقى 9، وهكذا. فتلاقي الناينس كومبلمنت بتاع 7 هو 9992، لكن التنس كومبلمنت هو ده بلس 1. فانت اسهل لك لو انت عايز في اي يوم من الايام تحسب التنس كومبلمنت، اسهل لك تعمل ايه؟ هات الناينس كومبلمنت وزود عليه واحد. تاني كده، هات الناينس كومبلمنت ده وبعدين زود عليه واحد، يجيب لك ده. مره تانية تجيب الناينس كومبلمنت ازاي؟ شوف كل ديجيت من دول فاضل لها كام وتبقى 9. شوف مثال تاني، 425 الرقم ده عايزين نجيب له التنس كومبلمنت، اتفقنا نعمل ايه؟ هات له الناينس كومبلمنت الاول، سهل قوي. شوف الرقم ده فاضل له كام ويبقى 9. الخمسه فاضل لها 4، السبع الاثنين فاضل لها 7، الاربعه فاضل لها 5، الزيرو فاضل لها 9. يبقى ده الناينز كومبلمنت بتاع ده، اجمع عليه واحد يبقى ده التنز كومبلمنت. اوكي، كده احنا عرفنا نجيب الناينز والتنز. طبعا احنا شايفين جبناهم ليه ولا بيعملوا ايه، فاصبر شويه وهتعرف. هو بيقول لك هنا عشان ده الكلام اللي كنت بقوله لك بطريقه سهله، الناينز كومبلمنت هات 9 ماينس دي، 9 ماينس دي ماينس الديجيت. التنز كومبلمنت بعد ما تجيب الناينز اجمع عليه واحد، ده الرول اللي احنا قلناه معاك لغايه دلوقتي، ما قلناش لازمتهم ايه. خليك معي واحترف لازمتهم ايه. نفترض انت عايز subtract، عايز تحسب الحسبة دي 55-33، الاجابة 22، سهلة جدا، 3 من 5 2 و 3 من 5 2. انا عايز اجيب ال 22 دي بس من غير ما subtract، انا عايز استخدم arithmetic operation عبارة عن plus plus addition operation اطلع انها 22. شوف نعملها ازاي. يقول لك ايه 55-33 ما هي الا عبارة عن 55 plus رقم اسمه نيجاتيف 33. تاني 55-33 ما هي اللي عبارة عن 55، هنجمع عليه رقم اسمه نيجاتيف 33. فلو أنا عرفت أريبريزنت النيجاتيف 33 دي على هيئة رقم تاني وجمعته المفروض يطلع لي 22. نجيبه ازاي؟ الإجابة هات ال 33 بالتوس بالتنز كومبلمنت. ال 33 بالتنز كومبلمنت تيجي ازاي؟ هنبص على كل رقم من دولت يطلع عامل ازاي. فنجيب ادي الرولز بتقول 10 باور 4 ماينس 33 هيطلع وتجمعه على 55 هتطلع 10022. احنا السيستم بتاعنا بيستخدم 4 بيتس، وبالتالي البيتس الاخيره دي مش عايزينها، هترمي دي هيطلع لك 22. مثال تاني هيوضح لك اكتر. هنا مبدئيا بيوضح لك بس ان ال 33 دي ال 10 كومبلمنت بتاعتها، ال 10 كومبل بتاعتها هي 99، هي 9967. ليه؟ لأن 3 دي فاضل لها 6، دي فاضل لها 6، دي فاضل لها 9، دي فاضل لها 9. نجمع على دي واحد كده جبنا الرقم، يبقى اللي هو 33. وبالتالي ده ونشيل منه الواحد. خلينا نشوف مثال تاني، هنشيل الواحد ده، نشوف مثال تاني الموضوع يبقى أسهل. 3 سبعات ماينس 3 أربعات، الإجابة 3 تلاتات. سؤال 3 أربعات نجيب لها التوس كومبلمنت إزاي؟ التنز كومبلمنت سوري التنز إزاي؟ أول حاجة علشان يبقى الرقم نقول ان هو نجيب له البوزيتيف بتاعه او النيجاتيف بتاعه لازم يكون على شماله زيرو. يبقى لما اديك اي اوبريشنز حط على شماله صفار، هتعرف ليه حالا. حط دايما على شماله زيرو، لازم يكون عليه زيرو قبل ما تحوله. يبقى الرقم بدل 3 سبعات و3 اربعات طبعا لازم يكونوا قد بعض، خليتها 0 3 سبعات 0 3 اربعات. يبقى عايز اقول 0 3 سبعات بلس ماينس 0 3 اربعات. ناخد الرقم ده، ناخد الرقم ده نجيب له التوس كومبلمنت، سوري تنس كومبلمنت. نجيب للده التنس كومبلمنت ازاي؟ هناخد ده الاربعه دي فاضل لها 5، دي فاضل لها 5، دي فاضل لها 5، دي فاضل لها 9، ونزود واحد يبقى 6 5 5 9. لما تعمل ده بلس ده احنا بنريبريزنت السيستم في 4 بيتس، سوري 4 ديجيت. وبالتالي الرقم ده الاربعه ديجيت الاولانيين الواحد الاخير ده مالكش دعوه بيه، الاجابه هي 3 تلاتات. المثال اللي قدامك ده بيوضح حاجه واضحه جدا، ان الرقم بتاعك لما بيكون لما الرقم بتاعك بتيجي تعمل له اوبريشن، لما تيجي تجمعه وتطرحه، لو كان اللي على شماله دي 0 معنى كده الرقم ده بوزيتيف، لو كان اللي على شماله 9 معنى كده الرقم ده نيجاتيف اللي هو كان الرقم ده. لذلك يفضل دايما الرقم اول ما بتبدا الاوبريشن تكون 0. الحاجه المهمه جدا ان انا لما حبيت احسب السبتراكشن في الحقيقه انا جمعت ده بلس ده،
طلع لي رقم زياده على الديجيت اللي انا عايزه ورميته. ايه اللي انا استفدته؟ ان عن طريق الجمع عن طريق الاديشن قدرت اجيب السبتراكشن. ممكن واحد لو ركز شويه هيقول لي انت ضحكت عليا، لان انا عشان اجيب التنز كومبلمنت اصلا بقول الاربعه دي فاضل لها كام وتبقى 9، الاربعه الزيرو دي فاضل لها كام وتبقى 9، ما انا كده كاني عملت سبتراكت. ما ازاي الاربعه قلت فاضل لها كام وتبقى 9؟ ما انا عملت سبتراكشن. هقول لك معاك حق، بس ممكن تلاقي الموضوع اسهل شويه لما هيكون على هيئه، لما هيكون بالتوز بالباينري، لما نعمله بالباينري هتلاقي الموضوع اسهل ان شاء الله، هتلاقي اوضح كمان. طيب خلينا هنا نشوف، هنا بيقول لك الرقم البوزيتيف بيبقى 0 والرقم الناين بيكون 9. قبل ما نروح لمثال تاني خلينا نجرب مثال تاني كده اتاكد ان انتوا فاهمين. انا هفتح البينت. في حاجه مش فاهماها. حاضر، انا هعمل البينت بس تاني، هشرح تاني وبعدين اجاوبك سؤال. لو جاوبته يبقى خلاص خير. اوكي. هنا الرقم تاني اهو، مره تانية بنقول الرقم ازاي اريبريزنت الرقم النيجاتيف. فبقول هنا لو قلت لك بالراحه شويه. حاضر. لو قلت رقم زي ده 45، الرقم ده رقم بوزيتيف عايز اجيبه نيجاتيف، اول خطوه قلت لك لازم يكون على شماله 0، يبقى 045. بعدين بجيب للرقم ده، ده كده الرقم هو هجيب له الناينز كومبلمنت. الناينز كومبلمنت اجيبه ازاي؟ شوف كل ديجيت من دول فاضل لها كام وتبقى 9. فالزيرو دي فاضل لها 9، الاربعه دي فاضل لها 5، الخمسه دي فاضل لها 4. ابقى اشوف كل ديجيت من دول فاضل لها كام، يعني احط عليها كام تبقى 9. يبقى الرقم ده، الرقم ده هو الناينز كومبلمنت بتاع الرقم ده، بس انا بحتاج التنز كومبلمنت، بحتاج التنز كومبلمنت. فعملت ايه؟ بعد ما اجيب الرقم ده زود عليه 1، هيبقى 9، هيبقى دوت 5، هيبقى ده 5. فده التنز كومبلمنت بتاع ال 45. ايه اللي انا استفدته من ده؟ ان الرقم ده لو جمعته على اي رقم تاني هيجي لك المحصله الفرق. كمثال تعالوا نجرب، لو انا قلت، لو انا قلت 45 ماينس 50 ماينس 45 وفضل الاجابه 5. اوكي؟ طيب الرقم ده بوزيتيف والرقم ده انا خليته نيجاتيف، فيبقى اقول ايه؟ 0 50 هجمعها على 9 5 5 5 كده. يبقى انا بعمل ايه؟ بقول 50 ماينس 45، الماينس 45 اهي دي كده بوزيتيف 45، دي كده ماينس 45 باستخدام التوز كومبلمنت، التنز كومبلمنت. نجمع دول تطلع لك الاجابه ايه؟ 5 بلس 0 5، 5 و5 10، يبقى 0 معايا 1، 1 على 9 10، يبقى ده الاجابه. انا قلت الارقام بتاعتي كلها انا عاملها في كام بيت؟ في كام ديجيت؟ سوري كنت اعملها انها في 3 ديجيت، وبالتالي هعمل ايه في الخانه الاخيره دي؟ همسح الخانه الاخيره دي، اذا الاجابه فعلا طلعت الخمسه. مرة تانية رجوعا للسلايد بتاعتنا، اهي نفس المثال. بقت 45 يعني، مش فاهم بصراحة. انا كنت طرحت كام؟ مش انا عملت 50 ماينس 45؟ خليني اقول تاني اهو، انا عايز اقول 50 ماينس 45، مش دي اللي انا عايز احسبه؟ اول حاجة اتفقنا. مش المفروض نحطهم في فور ديجيت؟ لا لا، انا بشرح ديسيمال، انا ما بتكلمش في باينري دلوقتي، انا بتكلم في ديسيمال. الرول اللي عندي لازم يكون الارقام انيشيالي على شمالها صفر، فعملت كده. المهم اهم حاجه يكون على شمالها زيرو كده، يبقى انا الارقام بمثلها في 3 ديجيت كده، 3 ديجيت، وده الارقام اللي انا عايز احسبها. الرقم ده بوزيتيف، انا نفسي اقول 050 بلس كام يطلع النتيجه كام، دي اللي هي التنز كومبلمنت لل 045. فانا عايز اجيب 045 عايز احولها لنيجاتيف، فقلنا نعمل ايه؟ الاول هجيب لها الناينز كومبلمنت. الناينز كومبلمنت نعمل ايه؟ بشوف كل رقم من دول فاضل له كام ويبقى 9. فالزيرو فاضل لها كام وتبقى 9؟ 9. الاربعه فاضل لها كام وتبقى 9؟ 5. الخمسه فاضل لها كام وتبقى 9؟ 4. يبقى الرقم ده نيجاتيف 45. بعد كده عملت ايه؟ خدت الرقمين 050 اللي هي 50، جمعت عليه 9 5 4، الرقمين دولت هجمعهم على بعض طلعت لي الاجابه كام؟ إيه سوري، احنا عايزين نجيب التنس كومبلمنت. تنس كومبلمنت باخد ده ماشي تمام، بجيب ده وازود 1 يبقى 9 5 5، يبقى هنا دي 9 5 5 وهجمع دول على بعض، يبقى الاجابه هنا 5، 5 و5 10، 0 معايا ال1، 1 على 9 10، دي الاجابه. اتفقنا ان الارقام بتاعتي كلها كنت بريزنتها في كام رقم؟ في 3 ديجيت، اذا الرقم بتاعه اهو في 3 ديجيت، وده هرميه، الرقم ده هرميه، وبالتالي الاجابه هتكون كام؟ 5.
كده بالمنظر اللي انت قدامكم ده قدرنا نجيب 50 minus 45 عرفنا ان الاجابه 5 بالرغم ان انا عملت addition هنا ما عملتش سطر. دكتور معلش ممكن سؤال, هو انا بعد كل ده استفدت ايه يعني او ده بيشتغل ان فيه؟ انا قدرت عن طريق الاديشن اطرح, مش ده اللي انا عملته دلوقتي هنا؟ اه طيب ايه لازمه ده في الكمبيوتر؟ عندي كسيركتس وايز عندنا سيركتس بتعمل اديشن بس, فلو انت عايز تسبتراكت بناخد الرقم نجيب له نجيبه حاجه بالكومبلمنت هتعرفها دلوقتي التوس كومبلمنت ونجمعهم تطلع السبتراكشن. فكسيركتس ما عندناش غير السيركتس واحده بس بتعمل اديشن. طيب يا دكتور مش هو مثلا شكرا بقى عن تشوز, فانا اقدر من الاول مثلا اعرف ان 50 ناقص 45 بخمسه كده كده بعد ما احول. لا لا, لا لا انا عشان بني ادم, عشان بني ادم عارف الكمبيوتر هيعرف ازاي, هو لازم يحسبها اه ولا لا؟ ثاني في الامتحان ممكن نعرف نعملها كده على طول. اما انا هجيب لك رقم كبير بقى وهجيب يعني يعني هغير, حل الشيت, لما تحل الشيت هتعرف هجيب ازاي. خلينا دلوقتي بس نكمل المحاضره بتاعتنا مره ثانيه. مش 1005 اللي فاتت دي كانت برقم بالسالب, مش هي سالب 5 المفروض؟ لا ليه 50 ناقص 45 50 اكبر, الرقم ده اكبر ماشي, ما المفروض تطلع, المفروض تطلع 5. طب ما طلعت 5 طلعنا سالب 5. لا ده 5 مش يعني إيه واحد اللي في الاول ده مش بيمثل. مش احنا قلنا حرب الديجيت اللي في الاخر دي عشان انا السيستم بتاعي بيستخدم 3 بيتس 3 ديجيت يعني كده ما مش لازمه يعني 45 دي بتساوي 9 5 5 مثلا بالهكس ديسما سوري التنز كومبلمنت, التنز كومبلمنت بتاعها 9 5 5 دي كده نيجاتيف 45. تمام دورت هو اللي كان بيسال كان متلخبط, كان فاكر الواحد ده تبع اللي هو الساين ماجنيتود سيستم. لا احنا في سيستم مختلف. اه احنا في التنز كومبلمنت, احنا اصلا مش باينري, احنا اصلا ما بنتكلمش باينري, احنا في تنز كومبلمنت فمش ساين وماجنيتود هنا خالص. اوكي طيب مره ثانيه, او انا لو قلت مثلا 50 ناقص 55 هيطلع بالسالب 5. اه هوريها لك دلوقتي كده. المثال ده اللي احنا عملناه من شويه وقلنا هناخد 3 اربعات نعمل لها نحولها تطلع 9 5 5 6, فالواحد ده طلع زياده هربيه يطلع الاجابه 3 تلاتات. شوف العكس 3 اربعات ناقص 3 سبعات زي سؤالك اهو كده ماينس, المفروض دي الاجابه تطلع ماينس 3 3 3. طيب تيجي ازاي الاجابه؟ جميل, احنا عايزين نعمل سبتراكت ده من ده, يبقى عايزين نقول ده بلس النيجاتيف بتاع ده. نجيب ده ازاي؟ مره ثانيه خد بالك لازم يكون الاثنين دول قد بعض, يعني فرض بقى هما الايه خمس ارقام ناقص ثلاث ارقام يبقى خليهم كلهم في ست ارقام, يعني خليه في الماكسيموم, يعني دايما يكونوا التو اوبرانت عندك دول قد الديجيت قد بعض ويكون اللي على شمالهم صفر قبل ما ابدا عشان يبقى الاجابه بتاعتنا صح. اتفضل. معلش يا دكتور ممكن تعيد اخر دقيقه بس عشان انت فاصل عندي. هو انا تقريبا عدت يعني حاليا هيقول نفس الكلام, انا حركت بس سلايد فاللي قلناه مجرد جاست اكزامبل يعني ف اكسترا اكزامبل يعني. فهنا مره ثانيه هنشوف هنا بقى لو عايز اعمل بالعكس كانت الرقم يطلع نيجاتيف, فهنا 0 3 4 ماينس 0 3 7 في الحاله دي هيبقى الزيرو الرقم ده هجيبه بالنيجاتيف. طيب هعمل ايه؟ 0 3 7 ده يبقى يطلع كام؟ السبعه دي فاضل لها 2, دي فاضل لها 2, دي فاضل لها 2, دي فاضل لها 9 ونزود 1 تبقى 9 2 2 3. ثاني ال 9 كومبلمنت 2 2 2 9, ال 10 كومبلمنت نزود 1 يبقى 3 9 2 2 9. نجمع دول على بعض طلعت النتيجة في 4 ديجيت, وأنا أصلا السيستم في 4 ديجيت يعني ما طلعش واحد زيادة ارميه وطلع آخر ديجيت عندي 9 يبقى رقم ده نيجاتيف. تاني مش احنا اتفقنا السيستم بتاعي كل الأرقام البوزيتيف بحط على شمال أصفر, كون الرقم الأخير ده طلع 9 ده إنديكيشن الرقم ده طلع نيجاتيف والدليل الأكتر ما طلعلكش واحد زيادة. طب أعرف منين إن ده المفروض كنا احنا عايزين الإجابة كده ماينس 33؟ مين اللي قال إن ده ماينس 333؟ أقول لك الإجابة بسهولة, الرقم ده لو جبت له التنس كومبلمنت تاني يعني بقول لك ماينس 3 النيجاتيف بتاعها بكام؟ اضربها في ماينس 1 تقول لي 3, يبقى لو الرقم ده جبت له التنس كومبلمنت تاني هيطلع 3 تلاتات. فنشوف ازاي, خدنا الرقم ده اهو, الرقم ده هنعمل ايه؟ يبقى 2 3 3 0 ونزود عليهم 1 الناينس كومبلمنت 2 3 3 0 ونزود عليهم 1 تطلع الاجابه 3 تلاتات. يبقى الرقم ده التنس كومبلمنت بتاعه 333 يبقى هو اصلا كام؟ هو نيجاتيف 333 فده نيجاتيف 333. وبالتالي انت لو خدت ده وعملت عليه اي اوبريشن يعني خدت ده وجمعته على 55 مثلا او 3 خمسات هيطلع لك الاجابه 3 اتنينات, ده دلاله لان الرقم ده نيجاتيف. يبقى مره ثانيه لما يكون عندك اي اوبريشن
الانيشال الارقام دي بوزيتيف، الرقم ده بوزيتيف، الرقم ده بوزيتيف، وعايز اعمل نيجاتيف سبتراكشن بينهم. يبقى الاول لازم يكون على شماله صفر، وهخلي على شماله صفر بحيث يكونوا عدد الديجيت دول قد بعض. بعدين هاخد الرقم اللي جنب منه اشاره الماينس ده، انا عايز اعمل اديشن، هجيب له 10 كومبلمنت. بعد ما اجيب له 10 كومبلمنت هجمعه على الرقم الاصلي. لو الرقم الاخراني ده طلع 9 معنى كده الرقم ده نيجاتيف. لو طلع 0 وفي 1 اوفر فلو 1 كاري او 1 زياده، ارمي الواحد الاخير ويبقى هو ده الرقم اللي عندي، وبالتالي اقدر اعرف اذا كان النتيجه بوزيتيف او نيجاتيف. انا عارف ان الكلام ده كله محدش هيعمله لان ده تنز. احنا نعمل التنز ليه؟ ما احنا بالكالكوليتر بنعرف نطرح. طيب دكتور بعد اذنك. وبعقلنا بنعرف نطرح. اتفضل دكتور بعد اذنك. احنا بعد ما جبنا الناتج اللي هو 9667 او 96 عملنا تنز كومبلمنت تقريبا صح؟ عملت له تاني تنز كومبلمنت قربنا للناين. لا انا ما قربتش حاجه، انا خدت الرقم كده. انا خدت، انا ما قربتش حاجه، ما عملتش راوندنج. انا خدت الرقم جبت له الناينز كومبلمنت وبعدين بلس 1 عشان يجيب له التنز كومبلمنت، فطلعت الاجابه 333 صح كده الرقم ده. يعني جبت له الناينز وبلس 1. 9 بلس 1 اوكي، وبالتالي يبقى ده الاجابه بتاعتي. طيب زي ما بنقول كل الكلام ده براكتيكال ملوش لازمه، احنا كنا بنعمل الكلام ده عشان اثبت لك ان باستخدام الديسمال نمبر اللي انت عارفها ومتاكد منها، ان انت عارف ان ده ماينس ده 333، ان انت عارف ان الرقم ده 55 ماينس 33 هتطلع 22، انت متاكد من ده، وبالتالي انت صدقت دلوقتي ان الارز كومبلمنت او التنس كومبلمنت قادره انها تجيب لي السبتراكشن عن طريق الاديشن. معلش يا جماعه ميوت الميكروفون بتاعك لو مش هتتكلم، ده ميوت الميكروفون لو مش هتتكلم اوكي. طيب نشوف بقى الكلام ده لازمته ايه. الكلام ده لازمته ان عشان الباينري سيستم. تاني كده بكرر لك تاني، لو ركزت كويس ممكن تقول لي ايه انت بتضحك عليا، انا عشان اجيب التوس كومبلمنت اصلا عملت سبتراكت. التلاته دي اجبتها لما انا جيت اجيب التلات سبعات جبتها دي، فانت شفت السبعه فضلها اتنين ودي فضلها اتنين ودي فضلها اتنين، كانك عملت سبتراكشن برضه. هتشوف بقى في الباينري فعلا مش بنعمل سبتراكشن خالص نهائي، مش بنعمل ده خالص. طيب نشوف ازاي مع بعض. ماشي ثانيه واحده يا جماعه. هنا هنشوف مع بعض في التوس كومبلمنت ازاي ممكن بيحصل ده. فهنا بنقول ايه، لو انت عندك نمبر اللي هو النمبر n، نفس الكلام الرول بتاعتنا بتقول ايه، 2 ذا باور n، 2 باور n ماينس 1. نفس الكلام بدل 10 بقت هنا 2، بقت هنا ب 2. فنشوف هنا مثال لو 4 بيتس، انا عايز اقول الاثنين دي 2، اقول ازاي التوس كومبلمنت بتاعها. فاكرين الرولز، 2 باور 4 عدد الديجيت ماينس الرقم، فطلع لي هي 14 اللي هي تتكتب بالمنظر ده. فدي كده 2's complement ودي 1's complement، نفس الرول، نفس 2 باور n ماينس 1. بصراحه الرولز ممكن تلخبطك، بس بالعقل كده الموضوع تجيبه سهل قوي. هقول لك ازاي بطريقه سهله. الرقم ده اللي هو ال2، الرقم ده لو انا عايز اجيب ال 1's complement، هناك كنا بنشوف الرقم ده فاضل له كام ويبقى 9، هنا هشوف فاضل له كام ويبقى 1، فاضل له كام ويبقى 1. فدي كانك بتقول ايه، 1 0 1 1 وزود عليه 1، 1 0 1 1 وزود عليه 1 اوكي. ده كده اللي هو الناينز كومبلمنت. التوز كومبلمنت بيقول لك ايه، بعد ما تعمل الناينز كومبلمنت، سوري التوز، بعد ما تجيب الوانز كومبلمنت اجمع عليه 1. فبص الرقم ده كام بالديسيمال، 5 و8 دي 13 ودي 14، ففعلا دي 13 ودي 14 يعني فرق 1. خلينا في مثال تاني اسهل، رقم زي ده 6، الوانز كومبلمنت هعمل فيه ايه تاني، اقلب ال 0 1 وال 1 0s، يبقى 1 0 0 1 ده الوانز كومبلمنت. تاني كده اقلب ال 0 1 وال 1 0s، مجرد ان انا اعمل كده هقلب ال 0 1 وال 1 0s، يبقى الاجابه هتطلع لي 1 0 0 1 اوكي. طيب بعد ما اعمل كده اجمع عليه 1، بعد ما اعمل كده اجمع عليه 1. او في طريقه اسهل في التوس كومبلمنت بنعمل فيها ايه، لما يبقى عندك رقم تاني كده ده 9 بلس 1 اللي هي ال 10 اللي هي دي، في طريقه اسهل اعمل ايه، لما يبقى عندك اي رقم، لما يبقى عندك اي رقم كل بيتس تقابلها نزلها زي ما هي، كل بيتس تقابلها تنزلها زي ما هي. اول ما تقابل اول 1 اعكس اللي بعده، فده يبقى 0 1 نزلوا زي ما هم، وبعدين 1 0 دي قلبتها. خلينا اوريه لك بمثال تاني، بص كده
هو نفترض رقم باينري زي ده، انا هكتب اي ارقام 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1، ده الرقم بتاعي. عايز اجيب التوز كومبلمنت بتاعه، التوز كومبلمنت. الوانز كومبلمنت سهله، ايه اللي بالزيرو 1 وال1 0، لكن بتكلم على التوز كومبلمنت. هنعمل ايه الزيرو ده؟ هقلب الزيرو 1 وال1 0، هعكس اخر حته في البناء، هعكس الرقمين اللي هم في اخر حته فيه. لا لا مش كده، لا لا مش شرط. بص بنعمل ايه الرولز، كل رقم تقابله نزله زي ما هو، يعني ده نزله زي ما هو، ده زي ما هو، ده زي ما هو، اللي بعد منه هعكس. يعني دول هيبقوا كام؟ 0، واللي جنب منه 0، واللي جنب منه 1. انا نزلت اول 3 بيتس، اشمعنى اول 3؟ فضلت انزل لغايه ما قابلت ايه؟ اول ونز. بعد كده الارقام اللي بعد كده عكسها، انا هكتبهم بمشقلب. فالرقم ده هيبقى 1، الرقم ده هيبقى 1، اوكي. اللي بعد منه هيبقى، هكتبهم معلش بالمشقلب من بالعكس هنا، هكتب بدل من ده، يبقى 1 0 0 0 1 0 1 1. اوكي ناخد الرقم ده ونحطه جنب ده. تاني كده انا عملت ايه؟ خدت البيتس بنزلها زي ما هي لغايه اول واحده قبله، ينزلوا زي ما هم، اللي بعد كده يتعكسوا. بص كده تاني معايا في البرزنتيشن. طب لو بدأ من ال1 من اليمين على طول بقلب كل اللي بعديه؟ لو بدأت منين تاني؟ لو بقلب من اول واحده، من الاول، اول واحد هنزله من اليمين. لو اول بيتس كانت 1 هنزله بعد كده. يعني كمثال الرقم ده كام؟ ده الخمسة. النيجاتيف بتاعه ان انا اعمل ايه؟ زي ما بنقول هنزل البيتس دي زي ما هي، والباقي هيتعكس، يبقى 1، يبقى 1 0 1. اوكي يبقى ده، انا عايز احول ده من 5 النيجاتيف 5، دي 5، دي 5، انا عايز اجيب بالتوس كومبلمنت بتاعها، مش دي 5 1 زائد 4، دي 1 زائد 4 دي 5 5. التوس كومبلمنت بتاع دي يعمل ايه؟ كل اللي بقوله لك اهو، اول بيتس دي نزلها زي ما هي، اللي بعد كده عكسه. دي كده التوس كومبلمنت. هثبت لك دلوقتي ان دي نيجاتيف 13، سوري هثبت لك ان دي نيجاتيف 5. يعني عشان هقلب الرقم للنيجاتيف بجيب التوس كومبلمنت بتاعه. بالظبط كده. نعمل التوس كومبلمنت ازاي؟ نزل اول، او افضل نزل في البيتس من اليمين للشمال، اول ما تقابل 1 اعكس اللي بعده، اول ما تقابل 1 اعكس اللي بعده. اوكي؟ طيب. ده الارقام الباينري صح؟ زي ايه تاني؟ سوري الباينري توز كومبلمنت ده عشان يعني اشقلبه بدل ما هو 5 يبقى نيجاتيف 5. بالظبط كده. بعمل كده ليه؟ عشان اقدر اعمل بلس، اعمل سبتراكت من غير ما اعمل سبتراكت، هعمل سبتراكت عن طريق الاديشن. هتشوف دلوقتي، هتشوف دلوقتي مره ثانيه. يبقى اخر مثال قلناه هو عندنا يا جماعه، السته دي 0 1 1 0 فبقت 1 0 0 1. تاني ازاي؟ ده بالناينز، بالتوز كومبلمنت هننزل الزيرو وال1 دول زي ما هم وهعكس دول، فبالتالي تبقى 0 1 0 1. اوكي؟ طيب مثال على الكلام ده بالجدول الكامل ده، عندي الارقام اهي من 1 ل 7، عارفين 1 2 3 4 5 6 7 3 وحيد، دي كده في 4 بيتس. الارقام دي بالنيجاتيف، بص عملنا هنا ايه؟ اول واحد قابلناه هننزله ونعكس الثلاث اصفار دول يبقوا 3 وحيد. طب هنا الزيرو ده هنزله، الواحد ده هنزله زي ما هو، الزيروهين دول هعكسهم، يبقى ده كده 1 1 وهكذا لغايه هنا. اول واحد هقابله اهو، بعد كده 1 1 0 بقت 0 0 1. يبقى الارقام دي هي النيجاتيف بتاعه الارقام دي. الملاحظ من هنا حاجه واضحه قوي، كل الارقام البوزيتيف على شمالها 0، كل الارقام النيجاتيف على شمالها 1، وده منطقي، وده منطقي لان ده اللي بتجيب زي هناك كانت اللي على شماله 9 او على شماله 0. فده مبدئيا الارقام. واضح ان الارقام من 1 ل 7 طبعا الزيرو بوزيتيف او نيجاتيف، هنا البوزيتيف هيبقى 4 اصفار ومش محتاج تعمل النيجاتيف 0، مش محتاجها في حاجه. هنا لو حبيت تشوف كفورمولا كويتس، الويتس هنا بقت بدل ما 1 2 4 8 عشان دول 4 بيتس، هتبقى 1 2 4 ماينس 8. كل اللي بتعمله تعكس اشاره اخر بيتس، دي الويتس بتاعته. دليل على الكلام ده، مش احنا متاكدين ان دي 7 وبالرولز عارفين ان دي ماينس 7. بص كده دي كام؟ 1 بلس ماينس 8، 1 بلس ماينس 8. طب الرقم ده 6، ممكن اقولها بطريقه ثانيه، هو ان انا لو جمعتهم هتطلع بزيرو،
لو انا 1 زائد 1 بصفر هنزل واحد واحد على الديجيت اللي بعدها هيطلع لحد اخر واحد واحد الديجيت الخمسه بسقطها يبقى هيطلع بالزيرو. تمام، فلو جمعتهم هيطلع زيرو. بس انا عايز اثبت لك ان الرول دي فاليد، انا ده الهدف من التيبل ده، اثبت لك ان الرول دي فاليد. فهنا الرقم ده 5 1 0 1 0، ده 5. طب ده ماينس 5 ماينس 8 بلس 3 ماينس 8 بلس 3. انا بقول لك على الرول دي ليه؟ عشان هنا كده لما اجي اقول لك عايز اكتب اي رقم اكتبه من غير ما احول ومن غير ما اعمل حاجه خالص. عايزين نكتب ايه مثلا؟ ناقص 6 ناقص 6 عباره عن 1 سوري عايز اكلم الاطفال بقول له غير لي الجدول. هو غالبا الكلام انا دلوقتي عندي معاد فارس، انا هعمل لك ميوت يا فارس. اوكي، فهنا عندنا دي الويت 1 2 3 جدول بس سوري يا فارس محاضرة في المدرسة. طيب هنا عندي الويت 1 2 4 ماينس 8 دي الويتس، دي الويتس بتاعتي. فانا مجرد ان انا عارف الويت دي في دماغي اقدر اكتب اي رقم. عايز اكتب ماينس 6 تبقى 1 0 1 1 0، يبقى دي الرولز بتاعتي. عندي سؤال معلش. اتفضل. هو الكمبيوتر ما بيعرف ليه ان انا حولت الويت الرابع لنيجاتيف 8 بدل 8؟ هو مش هو الويت عنده سؤال. استنى نفس السؤال بتاع زمالك من اول محاضره. الكمبيوتر ازاي بيعرف ان الرقم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا ايه؟ هجاوب حاضر، هجاوب السؤال ده في اخر المحاضره. 1010 دي بتمثل بالظبط اللي مكتوبه دي 1010 اللي انا كاتبها دي، دي ماينس 6. ليه؟ لان دي ماينس 8 بلس 2. اللي عايز اقوله لك انك ممكن تكتب اي رقم من دماغك. عايز ماينس 3 مثلا، ماينس 3 تيجي منين؟ ناقص 8 بلس 5، يبقى هحط هنا 1 واحط هنا 1 0 1 يبقى دي 5 بلس ماينس 8 تطلع ماينس 3، يبقى كده عرفت اعمل ماينس 3. عايز اجيب ماينس 1 يبقى هعمل 1 1 1 1. ليه؟ عشان دي 7، 3 1 دول ب 7 7 بلس ماينس 8 اللي هي ماينس 1 تلاقيها ماينس 1. وبالتالي اقدر اجمع الارقام، ممكن اعملها بدماغي. لو انت عايز تعملها في اكتر من كده، طب لو عايز تعمل رقم اكتر من 7 يبقى لازم لك 5 بت. ساعتها كنت هتبقى الويتس بكام؟ ناقص 16 8 4 2 1. دي اللي هي 1 2 4 اللي بخليه ماينس، اخر واحد هو اللي يبقى بالماينس. فلو عايز تكتب بوزيتيف 7 هتبقى 0 0 3 وحايد، دي كده بوزيتيف 7. لو عايز اكتب نيجاتيف 8 يبقى 1 1 3 اصفار. ليه؟ ماينس 16 بلس 8. لو عايز تتاكد خد دي واعملها يعني باي طريقه هتطلع مظبوطه ان شاء الله يعني. فانا بقول لك ببساطه شديده، لو انت فاكر الرول دي، كل اللي عملناه ان الباور بتاع اخر بيتس هو اللي بيتغير بس. طيب بيزد على ده بيقول لك لو 3 بيتس هيبقى 1 2 ماينس 4. اتفضل. طب يعني كده اللي هو التوز كومبلمنت ده بعمله لما اكون عايز احول ديجيتس من بوزيتيف لنيجاتيف في الباينري بدون ما احوله بقى للتينز كومبلمنت او الديسيمال وكده. انا مش محتاج تينز كومبلمنت ولا ناينز كومبلمنت اصلا اساسا، احنا ممكن نعمل هنا دايركت. هو انا بستخدم التينز كومبلمنت ليه اصلا؟ بستخدموش. انا بشرح لكم بس بثبت لك ان التينز كومبلمنت دي طريقه فاليد كماثماتكس، لكن بالنسبه لنا احنا مش بنستخدمها في حاجه. اوكي، ده مجرد للشرح عشان نعمل المابنج. طيب في هنا في 3 بيتس هيبقى 1 2 4. لو ان بيتس بشكل عام كل الويتس هي اخر واحده بس اللي الاشاره بتاعتها بتبقى مختلفه، اخر واحده اللي الويتس بتاعها بتبقى الاشاره بتاعته بالنيجاتيف. وبالتالي مثال على ده يبقى كام؟ 2 بلس ماينس 8 اللي هي بماينس 6، دي اللي هي بماينس 6. طيب خلينا نشوف، احنا بنقول بالديفينيشن ان احنا نجيب وانز كومبلمنت وتوز كومبلمنت، وفي عندنا دلوقتي الطريقه اللي هي السريعه اللي هي بنعمل ايه؟ ناخد رقم زي ما قلت نعمل ايه؟ دي اللي انا شرحتها لكم من شويه، ناخد هنا البيتس ننزلها لغايه ما نقابل اول 1 يبقى ده 0 ده 1، الاثنين دولت هنعمل فيهم ايه؟ هنعكسه، يبقى بدل ما يبقى 1 0 يبقى 0 1، كده يبقى جبنا التنس كومبلمنت. هنا نفس الكلام، اول 1 ده هنقابله، بعد كده الثلاثه ديجيت الباقيين نعكسهم، بدل 0 1 0 تبقى 1 0 1. نفس الكلام، يبقى هنا 0 0 1 وبعد كده نعكسه وهكذا. يبقى كده بطريقه سريعه جدا نقدر نجيب اي رقم بالتوز كومبلمنت زي ما احنا عايزين. طيب نشوف بقى ازاي نعمل سبتراكشن بالباينري، ازاي نعمل سبتراكشن بالباينري. فعليا هنا بقى مش هنعمل سبتراكشن خالص. بص ازاي معايا، 11 اهيت، ال 11 اهيت 3 بلس 8 3 بلس 8 دي كده 11. طب ال 5 101 دي 5،
اول رولز عندنا لازم يكونوا دول قد بعض وعلى شمالهم زيرو. فيبقى هنا دول 4 بيتس يبقى نخليهم 5 ونحط على شماله زيرو. دول 3 بيتس يبقى نحط لهم صفرين. لازم يكون على شماله زيرو والا ازاي الرقم ده بوزيتيف؟ ما انت عشان تميز ان هو بوزيتيف لازم يكون على شماله زيرو. يبقى كان انا بقول ايه، السيستم بتاعي دلوقتي بيستخدم كام بيتس؟ 5 بيتس لتمثيل الارقام. ليه بستخدم على الاقل 5 بيتس؟ عايز تخليهم 6 7 8 مش فارقه، هيبقى شمالهم شويه اصفار. لكن المينيمم عشان تحسب الحسبه دي بالكمبيوتر محتاج اتليست 5 بيتس. ليه محتاج اتليست 5 بيتس؟ عشان تقدر تريبريزنت 11. لان لو كانوا 4 بيتس اخرج بوست 7 وناقص 8 اللي هي الـ حسب الويتس، لان الويتس بتاع البيتس الاخيره نيجاتيف 8. يبقى هنا مره ثانيه ببساطه 11-5، هناخد ال11 باينري وال5 بالباينري، هتلاقي دي 4 بيتس لازم على شمالها يبقى صفر، بقى دول 5 يبقى دول 3 بيتس محتاجين صفرين. 11 ناقص 5 المفروض الاجابه تطلع 6، اللي المفروض دي الاجابه اللي تطلع عندنا. ازاي نشوف نجيبها؟ ده اللي هنعمله مع بعض. اول حاجه هناخد الخمسه دي الفايف دي نجيب لها التوس كومبلمنت. ازاي؟ زي ما تعودنا نقلب الزيرو 1 وال1 0 ونبلس 1، او ننزل اول بيتس ينزل لنا واللي بعد منه نعكسه يبقى 1 0 1 1. ده كده التوس كومبلمنت بتاع الرقم. هناخد ال11 بلس نيجاتيف 5 نشوف تطلع الاجابه كام. مره ثانيه ادي ال11 واللي تحت دي نيجاتيف 5، 1 2 4 8 16، 1 2 4 8 16 نيجاتيف 16، فنيجاتيف 16 من 8 يتبقى لي 8، شيل منهم الثلاثه يتبقى 5. تاني كده 1 2 4 8 نيجاتيف 16، نيجاتيف 16 بلس 8 نيجاتيف 8، نيجاتيف 8 بلس 3 نيجاتيف 5. انا بثبت لك ان دي نيجاتيف 5. اجمع دول على بعض 1 1 2 0 يتبقى معايا 1، 1 1 1 3 فيها 1 يتبقى 1، 1 و0 ينزل لل1، 1 1 2 0 يتبقى معايا 1، 1 1 2 0 يتبقى معايا 1. السيستم بتاعي بيستخدم كام بيتس؟ 5، بيستخدم 5. البيتس دي زياده هنرميها، يبقى الرقم 0 1 1 0 0 اللي هي كام؟ 6. مره ثانيه احنا عملنا اديشن، مره ثانيه احنا عملنا اديشن. باستخدام الاديشن جاست الاديشن عرفنا نجيب نعمل سبتراكشن. وعلى فكره لما بتجيب التوس كومبلمنت، التوس كومبلمنت هنا انت ما بتعملش سبتراكشن ولا حاجه، انت بتعكس. بنقول بننزل الارب ديجيت لغايه اول بيتس نقابلها نزود عليها واحد نعكسه، او ممكن تقول لي من الاول اقلب كل 1 0 0 1 بلس 1 زي ما انا عملت هنا. تاني كده عملنا ايه؟ كل في الرقم، سوري مش في ده، في ده، سوري في الرقم ده، ده الخمسه. عملت هنا ايه؟ قلبت كل ال 0 1 وال 1 0 وبعدين بلس 1. فانا هنا عملت بيور اديشن، بيور بلس اديشن اوبريشن، بعمل اديشن، عملت اديشن هنا، عملت اديشن هنا، مجرد هنا عمل اكست ال 0 1 وال 1 0، وبالتالي قدرت اجيب السبتراكشن. ناخد مثال تاني دكتور، يعني انا بجيب التوث كومبلمنت للترم الثاني اللي هو فيه نيجاتيف بالظبط، اغير شويه بوزيتيف بالظبط كده بالظبط. صح مم. صح شكرا شكرا لك. رقم ثاني اعمل ازاي تاني؟ حد واحد بس يسال الاديشن اللي اتعمل في اخر ستيب ده اتعمل ازاي؟ المحاضره اللي فاتت، معلش دي المحاضره اللي فاتت، انا هعيده تاني بسرعه بس ارجعوا للفيديو بتاع المحاضره اللي فاتت، هعمله تاني بسرعه. 1 1 2 الاثنين بتتكتب باينري 0 1 يبقى فيها 0 وتبقى معايا 1، 1 1 1 دول 3 وحايد، 3 وحايد بيتكتبوا بالباينري 1 1 يبقى فيها 1 وكاري اب 1، ال1 ده بلس 0 بلس 0 1 بلس 0 بلس 0 يطلع 1. هنا 1 مفيش كاري خلاص، 1 بلس 1 2 يبقى 0 كاري اب 1، 1 1 2 0 كاري اب 1 مفيش حاجه ينزل ال1. بعد كده بحذف اخر حاجه اللي اكتر من عدد الديجيت يتبقى لي السته بتاعتي اللي هي اللي موجوده. اوكي مره ثانيه شوف الفيديو اتفضلي. هو انا هنا مش هجيب ال1 كومبلمنت 2 بس؟ لا 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 نجيب التوس كومبلمنت على طول الا اذا كنت طالب في السؤال في امتحان او حاجه، لكن لما انت تيجي تحلي على طول هاتي التوس كومبلمنت دايركت. تمام، اعمل اديشن بالتوس كومبلمنت يعني. اجيب التوس كومبلمنت وبعدين اعمل اديشن. اجيب توس كومبلمنت وبعدين اعمل اديشن، اوكي؟ طيب، مثال تاني اهو، 5 9. ال5 3 بيتس، ال9 4 بيتس، غصب عني لازم ازود 0 هنا وازود 0 هنا عشان الرقم ده يبقى بوزيتيف. يبقى 5 9. ال-9 دي المفروض الإجابة تطلع ماينس 4. ما بنكتبش كده طبعًا، بس هنشوف إن تطلع، يعني المفروض يطلع رقم زي ده. هنعمله إزاي؟ زي ما زميلتنا قالت من شويه، ناخد ال9 اللي بعد الماينس او زي ما زميلنا قال هنخليها بالتوس كومبلمنت. يبقى التوس كومبلمنت لل9
نعمل ايه؟ خلي كل 1 0 0 1 و بلس 1، او اول واحد نقابله ننزله واللي بعد كده نعكسه، يبقى 1 1 0 1 1 1 0 1. دي كده نيجاتيف 9، دي كده نيجاتيف 9. اللي فوق دي ال5، اللي تحت دي النيجاتيف 9. بعد كده نعمل ايه؟ اديشن. بعد كده نعمل اديشن، 1 1 2 0 معانا 1، 1 1 2 0 معايا 1، 1 1 1 3 يبقى 1 1، يبقى 1 كاري اب 1، 1 وصفار 1، 1 و0 1. مفيش حاجه انا نرميها لانه اوريدي السيستم عندي بيستخدم كام بيتس في المثال ده؟ 5. يبقى بالتالي 0 0 1 1 1 ده الرقم. بما ان اخر بيتس طلعت 1 الطبيعي لو كانت 0 يبقى بوزيتيف، لكن ادام طلعت 1 فالرقم ده نيجاتيف. فعلا النتيجه دي نيجاتيف 4. عايز تتاكد؟ 1 2 4 8 نيجاتيف 16 16 دي ماينس 16 بلس 8 ماينس 16 بلس 8 8 ماينس 8 ماينس 8 بلس 4 تطلع نيجاتيف 4. يعني يبقى دي 8 4 12 من 16 نيجاتيف 4. فعلا دي نيجاتيف 4. لو عايزين نتاكد اكتر نقدر نتاكد، خد الرقم ده هات له توس كومبلمنت. لو جبنا الرقم توس كومبلمنت طلع بوزيتيف يبقى هو اصلا كان نيجاتيف. فالرقم ده اهو لو جبت له التوس كومبلمنت نعمل ايه؟ نقلب ال 0 1 وال 1 0 بلس 1، او بالرول اللي عارفينها ننزل 0 0 1 ونخلي دول صفرين، 0 0 1 ونخلي دول صفرين اللي هي 4. فمعنى ان انا جبت ال توس كومبلمنت تحول الى 4، اذا هو اصلا كان ايه؟ كان نيجاتيف. وبالتالي عرفت اجيب السبتراكشن، عرفت ريبريزنت ارقام نيجاتيف من غير ما اعمل سبتراكشن خالص، جاست عملت انفرجن بلس عمليه and بعض addition operation. كده عرفت represent. طيب يعني مجرد عملت للtwos complement 9 وخلاص، اللي هو الرقم اللي هعمله minus. والtwos complement مش محتاج فيه addition، مجرد ان انا اعكس 0 1 1 0s. لو حبيت اعمل plus 1 ماشي، لو توس complement فما عملتش subtraction خالص. طيب هنا بالطريقه الرول اللي انا كنت بعملها بدماغي، شكرا لله، الطريقه اللي بعملها بدماغي زي ما قلت لكم كده، 1 2 4 minus 8 دي بقى دي minus 7، هنا 1 و4 دي بلس 5 عشان ده 0، هنا 1 2 ماينس 4 تبقى دي ماينس 3. دايما اخر هنا اخر ديجيت بعمل ايه؟ اخر بيتس بعكس الويت بتاعها. هنا 1 2 ماينس 4 خلاص دي 3. ادام الخانه اللي على الشمال دي البيتس الموست سيجنيفيكانت بيتس عندي بزيرو يبقى الرقم ده بوزيتيف، لو اللي على الشمال دي بنيجاتيف ودي اكبر ويتس فيهم، فبالتالي لو حطيت كل دول وانز هيبقوا اقل من دي بواحد، يبقى ده الماينس 1. فبالتالي ال 1 1 1 1 في ايا كان الويتس ده الماينس 1، دايما ده الماينس 1. المهم كده بالعقل كده يبقى احنا ممكن نحسب، نبص على الرقم نعرف نجيب الرقم بالنيجاتيف على طول بعينينا من غير حسابات كتير ولا حاجه. طيب بيزد على ده، لو 4 بيتس، لو 4 بيتس ايه الموست بوزيتيف نمبر؟ انك تخلي البيتس الاخيره بزيرو عشان ما يبقاش فيه ويتس بنيجاتيف وتحط الباقيين بواحد، دي بوزيتيف 7. طب عايز تجيب اقل رقم اللي هو الموست نيجاتيف فيهم، خلي الويتس الاخير هو اللي بواحد والباقي بصفار، يبقى دي كده ماينس 8. يبقى حاليا ب 4 بيتس بقى عندك من بلس 7 لنيجاتيف 8، دول كام رقم يا جماعه؟ دول 16 رقم، من 7 لماينس 8 16 عشان الزيرو في النص. كده ما بقاش في حاجه واقعه لان الزيرو هو رقم واحد بس في النص. وبالتالي افتكر كده في الساين والماجنيتيود كان من بوزيتيف 7 لنيجاتيف 7، لكن هنا قدرنا نريبريزنت اب تو ماينس 8، في عندنا رقم زياده وده ميزه، ومبقاش عندنا صفرين في النص، بلس ان احنا بنقدر نستخدم التوس كومبلمنت دايركت في الجامعه. وبالتالي التوس كومبلمنت هي الكومن ميثود اللي موجوده في الكمبيوتر، ودي اللي بنستخدمها بنجمع وبنطرح وبنعمل بيها كل حاجه. يبقى باستخدام 4 بيتس اطرح منها واحد تبقى 3، يبقى الماكسيمم كام؟ 2 باور 3 بالماينس. تاني كده 4 بيتس اخر واحده الويتس عندنا مقلوبه فخليهم 3 بس، يبقى 2 باور 3 ب 8 يبقى ماينس 8، اطرح منها واحد يبقى بوزيتيف 7 لانك هتشيل دي يبقى ال 7 بتاعك. لو 3 بيتس اطرح من ال n واحد تبقى ال n كانها ب 2، يعني 2 اس 2 ب 4 يبقى من نيجاتيف 4، اس دي ليها الباور يا جماعه، 2 باور 2 يبقى ب 4، يبقى من نيجاتيف 4 لبوزيتيف 3. لو متلخبط حط البيتس دي ب 0 والباقي واحد، حط البيتس دي ب 1 والباقي صفار، كده يبقى جبت الماكسيمم وجبت المينيمم. ان جنرال لو بتكلم على الرول كنت بعمل ايه؟ دي n بجيب n ماينس 1 واقول 2 باور n ماينس 1 الرقم اللي هيطلع بالنيجاتيف هو ده المينيمم، اطرح منه واحد هو ده الماكسيمم. اوكي مثال تاني، لو لازم احفظ الرولز ولا
مش لازم. لا لا اعملها براحتك، هي على فكره سهله يعني، انت فكر كده بالعقل هتلاقيها مش لا بتكلم يعني ما ينفعش يعني، مش بيسال على الرولز وكده. انت وحظك يعني، هي الرول مش صعبه، حاول تحفظها ما هيش صعبه يعني. يعني كده بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ البيتس اهو، بقول دي الان بيتس، اطرح من البيتس دي واحد، يبقى بدل 4 بقت 3. 2 باور 3 ماينس 2 باور 3 ده الماكسيمم، ده المينيمم. 2 باور 3 ماينس 1 هو ده الماكسيمم. ليه؟ ليه بقول كده؟ لان لما يكون 4 بيتس اخر واحده دي بتكون اشارتها بالعكس، الويت بالمشقلب. فبالتالي اكبر رقم هو يبقى 2 باور 3 ماينس 1، 2 باور ان ماينس 1 ماينس 1. اكبر واحد تحط الديب 1 والباقي بصفار، فده معناه اللي هي 2 باور ان بالماينس ان ماينس 1 طبعا، عشان الفور كومبينيشن. يبقى دايما ان ماينس 1 هي دي باور ان ماينس 1 ماينس 1 ده الماكسيمم ده المينيمم. سوري يعني في الماكسيمم دي ثابته يعني، لازم يبقى اخر بيت بزيرو والباقي ب1، وفي المينيمم العكس. اه لازم طبعا، عشان الويتس دي نيجاتيف، عشان الرول دي تبقى صح. اه طبعا طبعا دايما كده. طيب كده يبقى لو توس كومبلمنت، لو اديتك عدد من البيتس تقدر تقول الماكسيمم ليه نيجاتيف 8. ليه دي نيجاتيف 8؟ عشان الويت دي ب1 ودي ب2 ودي ب4 ودي ب ماينس 8 زي السلايد اللي فاتت، 1 2 4 ماينس 8 زي ما قلنا هنا، زي ما قلنا هنا 1 2 4 ماينس 8. لو 3 بيت تبقى 1 2 ماينس 4، في اخر ويت دايما اشارته بالعكس. اوكي اخر ويت اشارته بالعكس، وبالتالي يبقى الرقم ده، الرقم ده 1 2 4 دي ماينس 8، دي ماينس 8. اوكي طب دكتور، هو في الامتحان انا بفرق ازاي ما بين انت كام اخر رقم او اكبر رقم؟ لازم اقول لك، لازم اقول لك using two's complement in 5 bits الماكسيمم كام والمينيمم كام، او اقول لك ايه using sign and magnitude الماكسيمم كام والمينيمم كام، او اقول لك for using unsigned number unsigned ما فيهاش اشارات خالص all both numbers are positive الماكسيمم كام والمينيمم كام. يبقى انا لازم اقول لك ليه بقى لازم اقول لك، لان حتى الكمبيوتر لما بيكون ميموري فيه شويه صفار وحايد، الكمبيوتر ما يعرفش دول ايه، ما اعرفش دول بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا كاركترز ولا ايه اصلا. انا اللي كاتب البروجرام، فانا بقول له خد الرقم ده از بوزيتيف وكمل، بقول له خد الرقم ده از ان سايند او سايند وكمل. فانا اللي بقول له الرقم ده انا بعتبره بوزيتيف ولا نيجاتيف، او بقول له شكله او حروف او تكست او كاركترز، انا اللي بني ادم اللي بقول له الارقام دي انا بستخدمها ازاي. لكن هو الكمبيوتر ما يعرفش غير في عنده شويه اصفار وحايد، بقول له خد الارقام دي اجمعها وده ان سايند، خلاص يجمعهم زي بعض. على فكره هو لما جمعنا، هو عمليه الاديشن هو فرق معايا اذا كان ده توس كومبلمنت ولا لا، هو جمع عادي كسيركتس جمعت عادي. انت الرقم اللي طلع لك اللي بصيت له از سايند او ان سايند. يعني تاني في المثال ده، هو لما جمعت دول على بعض هنا الاديشن اوبريشن كانت عارفه ان الرقم ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ما تعرفش. الاديشن سيركت عملت ايه؟ جمعت دول على بعض وطلعت لي الناتج. انت اللي عشان بني ادم بصيت لده كنيجاتيف، فانت لما تيجي تعرض للبني ادم على الشاشه هتاخد دول وتحسبهم وتقول له اه دي نيجاتيف 4. لكن ككمبيوتر هو ما يعرفش، هو جمع عادي جدا الرقم ده بلس ده هيطلع ده. هو لو الارقام دي انسايند هيطلع الاجابه كده اصلا. طب حضرتك okay؟ كنت قال ان هو بيبقى نيجاتيف لما يبقى اخره انا كبني ادم لما بيبقى اخره 1، لما يكون اخر بيت ب1 البني ادم بيبقى عارف ان الرقم ده نيجاتيف 1 ولا لكن 9. هو كان مكتوب ان هي 9 تقريبا، ولا دي حاجه ثانيه؟ 9 ده لو 10 كومبلمنت، الكمبيوتر ما عندوش 9 ولا 8 ولا 7. كمبيوتر كنا بنشرح ال 10 كومبلمنت جاست للشرح، في ال 10 كومبلمنت للشرح بس مش اكتر. لكن الكمبيوتر بيستخدم ال 2 كومبلمنت، في ال 2 كومبلمنت 0 و 1 لو 1 يبقى نيجاتيف، لو 0 يبقى بوزيتيف. اه بس خد اه بالظبط بالظبط كده، لو 0 بس الانيشال لما تعمل الاوبريشن بتاعتك لازم انيشال يكون بادئ بصفار، والا لو انت ما حطيتش الزيرو ده الرقم ده هيبقى نيجاتيف 7. لو انت ما حطيتش الزيرو ده وقلت لك ده توس كومبلمنت هتقولي دي ماينس 7 اللي هي 1 ماينس 8، لكن الزيرو ده لما اتحط بقت دي نيجاتيف 16 ودي بقت ب 8. فدايما لما تبدا اي سؤال لازم يكون انيشيالي بادئ بصفار، يبقوا قد بعض ويكونوا قد بعض طبعا، عشان اقول لك السيستم بيستخدم كذا. ايوه يعني انا اخر 1 ده بيديني بس النيجاتيف او البوزيتيف، بعد كده بحسب باخد اخر 4 ديجيت بحسب بيهم بقى الرقم نفسه. لا لا لا، الاخر الرقم ده في ويت كمان، دي نيجاتيف 16، ده نيجاتيف 16. انا مش هنا اللي انت بتقوله ده لو ساين وماجنيتيود،
لكن كتوز كومبلمنت الرقم ده فيه ساين وفيه فاليو دي ماينس 60 فانا اللي باخد دي وبجمع بيها مش برميها ولا حاجه بس هي مضروبه في زيرو مين دي مش مضروبه في زيرو الويتس هنا 1 2 4 8 ماينس 16 الويتس هنا ماينس 16 اللي مضروبه في زيرو دي اللي كانت الساين والماجنيتيود الطريقه الاولانيه ارجع اسمع المحاضره تاني الطريقه دي اللي هي اللي انت بتتكلم عليها دي الساين والماجنيتيود هنا اللي بتكلم على توز كومبلمنت في التوز كومبلمنت كل البيتس ليها فاليو كل البيتس ليها ساين بس دولت بوزيتيف ساين والاخيره دي اللي ليها نيجاتيف ساين وباخد الرقم از اول كده واجمع الساين والماجنيتيود احنا شرحناها للشرح بس لكن الاديشن والسبتراكشن استخدمنا فيها التوز كومبلمنت بكرر التوز كومبلمنت الويت 1 2 4 8 ماينس 16 عشان دولت 5 بيتس المفروض كده احنا كده بنعرف نجمع ونطرح زي ما انتوا شايفين احنا كنا قاعدين نقول ايه خد الرقم واعكسهم وبعدين بلس 1 طب اعكسهم دي يعني ايه احنا عندنا كمبيوتر مينلي بيعمل تو مين اوبريشن يا اريثماتيك اوبريشن يا اريثماتيك اوبريشن يا اما لوجيك اوبريشن يعني ايه الفرق بين الاثنين لما اجي اقول لك ايه هو 3 بلس 2 كام تقول لي 5 كده انت كبني ادم ايه نوع الاوبريشن اللي انت عملتها عملت اديشن تاني لما بقول لك 4 بلس 1 كام تقول لي 5 اقول لك انت كده عملت اوبريشن نوع ايه تقول لي اريثماتيك طب لما اجي اقول لك هل 5 اكبر من 7 تقول لي لا الاجابه بتاعتك دي عملتها بيزد على ايه على لوجيك ان انت عارف الرقم ده اقل من ده فاللوجيك اجابتك دايما بتقول لي يس اور نو تقول لي يس اور نو لكن الاريثماتيك تقول لي 7 6 2 4 تقول شويه ارقام فالكمبيوتر بيعمل تو اوبريشنز يا logical operation يا arithmetic operation اللي احنا شرحناه من شويه لغايه السلايد اللي فاتت arithmetic نعمل addition ونعمل subtraction دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل logic operation وعلى فكره اللوجيك operation بيستخدمها عشان يعمل بيها الaddition اصلا هتشوف كمان شويه ازاي يعني الaddition بيعملها based على اللوجيك operation ففعليا الكمبيوتر كسيركتس وايز هي مجموعه من اللوجيك operation اللي هي and و or و not ودي البيزك دي الفاندمنتال دي الحاجات الاساسيه اللي هو مبني عليها يا بيعمل اند يا بيعمل اور يا بيعمل نوت في حاجه لوجيك تاني اسمها اكسكلوزيف اور او اكزور دي هتشوف في الفانكشناليتي بتاعتها ازاي بس فعليا دي بتتعمل باستخدام السيركتس دي يعني احنا الكترونيك سيركتس بنعمل سيركتس بتعمل اند واور ونوت الاكزور بتتعمل من دول الاضافه بقى اللي عايز اقولها لك دي كلها لوجيكال اوبريشن الاضافه اللي عايز اقولها لك دلوقتي ان الاديشن اللي هي الاريثماتيك اوبريشن بتتعمل من خلال اللوجيكال اوبريشن دي بس عشان ما لخبطكش خلينا دلوقتي نركز يعني ايه اللوجيكال اوبريشن اند اور نوت اكزور احنا عندنا من السهوله قوي نقدر نتخيل السيركت دي الكتريكال سيركتس مش الكترونكس ما فيهاش ترانزستورز ما فيهاش حاجه دي جاست الكتريكال سيركت شويه سويتشز وباتري ولامب باي ذا واي الصوره دي اللينك بتاعتها واحنا واخدين دايما يا جماعه لما بتعمل اي برزنتيشن او حاجه ادام الحاجه دي مش انت اللي كاتبها او انت اللي رسمها دايما تقول الريفرنس بتاعها كده دي يعني ايه امانه الامانه العلميه في نقل الحاجه مهم صوره زي دي كده ده كده سويتشز بتاعتك الاي والبي اللمبه دي عشان تنور لازم ايه لازم التو سويتشز اي اند بي يكونوا كلوزد اذروايز مش هتنور فلما نقول لو السويتش كلوز هقول 1 لو اوبن هقول 0 كده يبقى امتى اللامب الكيو دي تبقى ب 1 في حالة واحدة بس لو الـ A and B الاثنين true طلع true 1 and 1 طلع 1 وده بنسميه true stable جدول الحقيقة بالعربي اللي هو A and B الرولز بتاعت الـ AND operation لو أنا اديتك رقمين زي دول قلت لك اعمل لي AND operation بينهم هتعمل ايه؟ لو لقيت الـ 2 bits ب 1 تكتب 1 غير كده اكتب 0 يعني لو لقيت الـ 2 bits ب 1 تكتب 1 غير كده تكتب 0 دي كده logical operation اسمها ايه؟ AND operation يا جماعة مرة تانية الكمبيوتر ما بيعملش السيركتس إلكتريكال بيعملها إلكترونيكس فالسويتشز دي بتتعمل بترانزستورز إن شاء الله في السنين الجاية لو دخلت كهرباء هتعرف تتعمل إزاي طيب سيركتس تانية أو اللوجيك التاني اسمه أور سيركت الأور سيركت بتبقى سويتشز كده برل لبعض معناها إيه برل لبعض أيذر A أور B يعني A أوكي B أوكي اللمبة هتنور أي واحد فيهم هينور زي نور السلم اللي عندك في البيت مثلا اي واحد بيدوس على السويتش بيشغل السيركتس بتاعه التايمر وبينور النور A اور B اور C في اي دور وبالتالي هنا امتى اللمبه دي تنور اي واحد في الA او البي هيدي ترو
الحاله الوحيده اللي هيبقوا مطفيين لو الاثنين اوف. وبالتالي هنا لو اديتك رقمين قلت لك اعمل لي اور اوبريشن، اعمل لي اور اوبريشن، لو لقيت فيهم اي واحده فيهم ب1 تحط واحد. ايه الحاله الوحيده اللي تحط فيها زيرو امتى؟ لو الاثنين بصفر، زيرو زيرو تحط زيرو، غير كده دايما تبقى 1. دي مره ثانيه اسمها ايه؟ اور، اور اوبريشن، لوجيك اور. طيب النوت اوبريشن هي هنا ما فيهاش انيميشن، فهنا ايه؟ بقول الديفولت ان السيركتس شغاله، لو دوست على البوتون، لو دوست على البوتون السيركتس بتتفتح، يبقى الديفولت ان اللمبه منوره. لما ادوس على خلي الايب 1 يبقى الكيوب 0، فلو الايب 0 كيوب 1، لو الايب 1 كيوب 0. ده ترو ستيبل بتاع النوت، بتاع اللوجيك، بتاع اللوجيك نوت، او بنسميه الانفرتر. لو طبعا ما هوش هيبقى، مش هيبقى 2 اوبرنت، هيبقى 1 اوبرنت بس يعني بارامتر يعني. فاكس انا حاجه دكتور اتفضلي. هو السؤال بيجي هنا على ايه بالظبط؟ على تري ستيبل ولا على الدايره ولا على اي ولا على اي جزء هنا يعني؟ اي جزء هنا بس يعني ما اعتقدش هجيب لك سيركت، ما اعتقدش هجيب لك سيركت، بس يعني هي سهله ما فيهاش حاجه. هو 1011 معلش في تشوبينج في صوتك مش سامع. بقول لحضرتك A1011A916D56 بالهكس، بالهكس ديسمال، قيمتها بالهكس ديسمال بس مش اكتر. يعني اديتك رقمين دول هيكس ديسمال، قلت لك اعمل لي النوت بتاع الرقم ده، قلت لك النوت تاخد الرقم تقلبه باينري وتعكسه ماشي على يبقى الالة. الوان سوري على الاله ليه ال1 يبقى 0 وال0 يبقى 1؟ انت بتقول ازاي الاي 9 تتكتب كده يعني ولا ايه سؤالك؟ ما انت المفروض عارف ال9 بتبقى 1 زائد 8 1001 والاي 8 بلس 2 يبقى 0101 المحاضره اللي فاتت. ايوه تمام. ال6 0110 ال5 اللي هي 1010 سهله مش محتاجه قلم اوكي. وبالتالي كل طبعا انت هتجيب الرقم ده تعكسه هيبقى هو ده الرقم بتاعه اللي هو النوت بتاعه. دي اسمها ايه؟ نوت، نوت اوبريشن اوكي. طيب اتفضلي معلش ما فهمتش السيركت دي خالص. شايفه الزرار، شايفه البوتن ده الطبيعي انه متصل، لو دوست عليه يبقى ايه؟ مش لامس الطرفين دول، فلو دوست عليه السيركت هتتفتح. يبقى امتى اللمبه بتنور؟ لو انا مش دايس عليه، لو دوست عليه اللمبه تطفي كده باين. تمام يعني تمام اه فهمتها اوكي. وما تقليش نفسك بالسيركتس قوي يعني، المهم طبعا الاوبريشن والترو ستيبل واسمها ايه طبعا. طيب اللوجيك اللي بعد كده اسمها اكزور او اكسكلوسيف اور، معناها ان هما مش ما لهمش دعوه ببعض. لو كانوا الاثنين بوانز تدي زيرو، لو الاثنين زيروز تدي زيرو. الحاله الوحيده اللي تدي 1 لو مختلفين 0 1 1 0، لكن لو زي بعض تدي صفر. دي اسمها ايه؟ اكزور. سوري يعني اكزور اكسكلوسيف اور اللي هي ما لهمش دعوه ببعض، مختلفين. يعني لما اجي اقول لك الحاجتين دول اكسكلوسيف يعني مش بيحصلوا مع بعض اوكي كده، مش بيحصلوا مع بعض. يعني لو جالي السؤال مثلا بيقول القطر اسرع ولا النخله اطول حاجه زي كده يعني يعني مش عارف يعني مش عارف، مش عارف اقولها بمثال تاني يعني. حاجتين مالهمش دعوه ببعض، اه حاجتين ما يحصلوش مع بعض. طب لو هما اكتر من اتنين، لو كانوا تلاتة اقول لك مثلا مثال تاني، لازم يبقى تلاتة او تلاتة زيرو علشان اقول ان انا اكون في القاهره واكون في الاسكندريه في نفس الوقت. التو ايفنتس دول اكسكلوسيف يعني مستحيل، يعني ما ينفعش اكون في الاثنين في نفس الوقت، فيا اما اكون هنا يا اما موجود هنا. فلو انا قلت انا في القاهره والاسكندريه في نفس الوقت ما ينفعش. طب انا مش موجود لا في القاهره ولا في اسكندريه، نفترض ان الدنيا اليونيفرس كله قاهره واسكندريه بس، لا موجود هنا ولا هنا، تقول لي ازاي يعني ما انت فين يعني؟ فلازم يكون يا هنا يا هنا مثلا اوكي كده يعني حاجه زي كده. فاكسكلوسيف اور معناها بالبلدي كده او بالعربي لازم يكونوا مختلفين، لو متشابهين تدي زيرو اوكي. لازم تكون هي دي شبه اني سيركت طيب ولا بنعبر عنها اني سيركت؟ ما ينفعش تعمل الكتريكال، هي لازم تعمل الكترونكس، وبتكون كومباينيشن ما بين الاند والاور، يعني الاند والنوت والاور، هي اند بلس اور يعني بنعمل اند واند تو اوبريشن ونعمل اور عليهم. يعني انت لو بصيت في اي على النت اوكي هتلاقيها سهله قوي اوكي. فهي كومباينيشن. هو احنا علينا الكومباينيشنز دي ولا لا؟ لا لا مش ده بس السمبل سيركت، سمبل سيركتس بس كده. حتى السيركتس ما اعتقدش هسالك انا، بس حاطط السيركتس دي عشان افهمك يعني ايه اور وافهمك يعني ايه كلمه اند بس مش اكتر. دكتور هو الاكس اور ديت ممكن يكون لها اكتر من مدخل يعني اي بي سي؟ اه ممكن يبقى اي بي سي، ونفس الكلام لو كلهم شبه بعض او كلهم مختلفين. لو كلهم شبه بعض اصفار او حي تطلع زيرو، غير كده تطلع 1. ونفس الكلام في الاند على فكره، ممكن يبقوا ثلاثه اه
وساعتها برضو لازم كلهم يبقوا بوان عشان تبقى بوان. نفس الكلام نفس الرولز هي هي هي. هو معلش بس عشان احول اللي هي A9 دي لباينري. دي المحاضره اللي فاتت دي المحاضره اللي فاتت ال9 1 8 1001 الاي بعد كده الاي ببدا بعد ال9 اه بالظبط اه اه طبعا طبعا. ارجع المحاضره اللي فاتت اوكي يا جماعه دي كده بنسميها التروث تيبل. كمعلومه اضافيه بقولها لك اللي هي ايه لو ركزت كويس هنا كان دي عمليه الاديشن بس من غير كاري. كان دي الاديشن من غير كاري ليه؟ 1 و1 2 فكنا بنقول الريزلت فيها كام؟ 0 واتبقى 1 صح كده؟ ارمي الكاري ده 0 1 1 خلاص 0 0 0 1 1 0 والكاري 1. فكان السيركتس دي اقدر اعمل بيها اديشن بس من غير كاري. في مشكله عندنا هنا في الكاري صح؟ ففعليا السيركتس الالكترونكس اللي بتعمل اديشن فعليا هي بتستخدم الاكزور. وبتجيب الكاري ازاي؟ بتجيب الكاري عن طريق الاند. بص كده هو 1 1 المفروض الاجابه كام؟ 1 1 2 فيبقى الريزلت 0 ويتبقى 1 ويتبقى 1. فكان السيركتس دي بتجيب لي الكاري. فلو انا خدت الاند دي مع دايره الاكزور اعملهم مع بعض ممكن اعمل بيهم عمليه ادر اجيب اديشن. ما تلخبطش نفسك لو مش فاهم بس اللي عايز ارويها يعني دي الاند بتجيب الكاري بس والاكس اور بتجيب الرقم الجمع من غير الاد من غير, غير الكاري من غير الكاري. فاحنا لو خدنا الاند جبنا بيه الكاري وحطينا الريزلت دي على الاكس اور وخلينا الاكس اور بثلاثه انبوتس ممكن تجيب لي عمليه الاديشن صح. دكتور لو سمحت دكتور يا يعني ايه الان كاري باقي اللي هو 5 و5 10 0 اتبقى معايا واحد اللي هي كلمه باقي باقي كام؟ تمام شكرا شكرا لك. اتفضل يا باشمهندس. دكتور يعني هو انا بعمل دمج ما بين الاكزور والاند عشان اعمل عمليه الاديشن؟ اه بس الكلام ده مش عليكم الكلام ده مش عليك ما تقلقش منه. بس انا بقول لك كمعلومه ليك فعليا الاديشن بتتعمل ازاي من مجموعه لوجيك اوبريشن اللي هي الاكزور والاند. فانا بوريك بس بص كده لو ركزت هتلاقي ادي الاندنج وادي كده الاكزور بس مش هجيب لك سيركتس واقول لك انا ما ينفعش ادي لك سيركت انت ما خدتش لوجيك ولا خدت الكترونكس. فانا اخري بس انا اقول لك اكزور اند طب اقول لك اعمل اند وبعدين اكزور طب اعمل اوبريشن دي طب اعمل شيفت ممكن اقولها لك بس بشكل اندايركت مش هعرفك انت هتكون ساعتها بتعمل الاند والاور والاكزور اللي انت عارفه. ممكن تلاقي في النهايه ان جبت المجموع يعني ده اللي ممكن تكتشفه في النهايه. طيب دي كده الاكزور معلش الاكزور لو متشابهين بحط 1 لو مختلفين احط 0 بس مش اكتر. دكتور معلش ممكن سؤال اتفضلي. هو في السيركتس هنا بس معنى الاند والاكس اور ان هي اللمبه هتفتح ولا لا لكن ملهاش علاقه بالاديشن او اي حاجه زي كده صح؟ سيبك موضوع الاديشن ده خالص. انا بقول هنا لو في سيركتس اكس اور في الاوت بتاعها لمبه لو الاثنين ب1 تطلع 0 لو المختلفين تطلع 1 متشابهين تطلع 0. تمام دكتور. هو مش المفروض لو 3 انبوت هيديني كله 0 اكيد في 2 هيتشابهوا؟ لا مش شرط لو 3 انبوت ممكن يكونوا كلهم اصفار. ايوه عشان سوري دايما لا 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 طب ماشي ممكن تكون 101 ممكن تكون 1000 فتطلع 1 هو 100 ما كده 0 و0 تشابهوا فالزيرو برضو لا ما هيش كده ما هي 00 ما هي 00 هتلاقي في النهايه ان هي بتطلع الاديشن بتاعهم هيطلع ساعتها ايه لو كلهم متشابهين لا هي ساعتها لو اكزور بقى هيبقى ايه لو كلهم متشابهين او لو كلهم مختلفين كويس. ولو انت عملتي 1 XOR 0 XOR 0 0 XOR 0 تطلع 0 مش كده؟ اعملها مع التالتة بقى اعملها مع التالتة هتطلع 1 ف 1 0 0 هتطلع 1 هتطلع 1 1 0 1 هيطلع 0 ليه؟ لان 0 مع ال 1 هيطلع 1 ال 1 مع ال 1 الثالث هيطلع 0 مثلا. فبالتالي هتلاقي يعني لو انت عملت الاوبريشن هتعرفي تطلعيها يعني ما تقلقيش. تمام طيب حاليا نتكلم في الكاركترز في الكاركترز. يعني ايه الكمبيوتر؟ انت مثلا ماسك الموبايل تبعت لواحد رساله هاي فلان مش عارف مين انت عمال بتكتب على الـ على الـ على الباتونز بتاعه الموبايل اي بي سي بتكتب حروف. الحروف دي بتتبعت ازاي؟ بياخد كل الكمبيوتر او الموبايل بتاعك ياخد كل كاركتر كل تكست كل حرف يحوله لرقم. كل كاركتر انت بتدوس عليه بالكيبورد بتاعه الموبايل يحوله الى رقم. ياخد الارقام دي ويبعتها في النتورك بتاعه التليفونات أو بتاعت الشبكة المحمول. اللي بيستقبلها تاني ياخد الأرقام دي يشوف كل رقم ده يمثل حرف إيه ويرسمهم لك على الشاشة.
يعني بص تخيل كده معايا، تعالى نعملها لعبه كده. لو قلت مثلا A B C D، هقول الـ A بواحد والـ B باتنين والـ C بتلاتة والـ D بأربعة مثلا، وجيت جوه الميموري لقيت مكتوب 4 1 4. 4 1 4 لو أنا بني آدم وعايز أشوف الكلمة دي مكتوب فيها، طبعا الكمبيوتر بيكتب باينري، الكمبيوتر بيكتبش ديسيمال، هنلاقي حاجة بالمنظر ده 4 1 4. هو مكتوب إيه يا جماعة؟ لو دي تكست تبقى مكتوب إيه؟ داد داد بالظبط داد داد. وبالتالي وبالتالي اوكي كفايه، وبالتالي هنلاقي ان هنا ايه، انا كبني ادم اهو عرفت لما حطيت ارقام. عشان كده دايما تقولوا لي هو الكمبيوتر بيعرف منين؟ الكمبيوتر ما بيعرفش، انا اللي بني ادم بعرف. لو انا قلت له دول حروف ورهم لي يقول لي دات، لو قلت له اجمعهم لي يطلع 8 9، لو قلت له دول نيجاتيف يعني انا اللي بقول له، وبالتالي انا اللي بشوفهم عاملين ازاي. بس للامانه طبعا يعني الكود ده مش ستاندر، احنا ما بنعملش كده، يعني الاي مش بواحد والبي باتنين والسي بتلاته، امال ايه؟ في تيبل ستاندرد الناس بتستخدمه، يعني ما ينفعش كل واحد فينا يالف كود ويبعت لزميله يطلع له كده انت بتعمل شفره. بقى ممكن نقول لبعض ايه، انا هبعت لك رساله بتشفرها، فنحط تيبل بيني وبينك ونتفق عليه، وبعدين لما اجي ابعت لك رساله هحولها الارقام وابعتها لك، فما حدش يفهم معنى الرساله غير انا وانت. طبعا الكلام ده ما ينفعش، احنا عايزين ستاندرد. لما تفتح الويب بيج بتاعتك، تفتح اي سايت، انت بيجي لك في الخط التليفون ايه، شويه اصفار وحايد، لازم تعرف تفهم معناهم، وبالتالي نكون متفقين على حاجه. من هنا في تيبل اتحط ستاندرد امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج، وبالتالي ده يسموه الاسكي، اسكي كود. الاسكي كود ده هو 1 بايت، وبصراحه اكتر هو 7 بت كفايه. 7 بيتس دي لقوا ان هم بيحط فيها كل الحروف اللي هم عايزينها، بس قال لك يعني فاضل على البايت بيت واحده، فعملوا تيبل تاني نان ستاندرد وحطوا فيه 8 بيتس، يبقى فيه 256 كاركتر. 256 كاركتر فيه رسومات كتيره قوي. بعد ما عملوا التيبل ده لقوا ان في حروف كتيره عند البني ادمين، في هندي وصيني وياباني وفي وعربي، في حروف كتيره، فبالتالي ال 256 كاركتر دول ما يقضوش، فعملوا تيبل تاني سموه يونيكود، وبقى الكاركتر او السيمبل او الحرف الواحد بيحطوه في 16 بيتس. لما بيحطوا الحرف في 16 بيتس يبقى اقدر اجيب كام شكل مختلف؟ 2 to the power 16. 2 to the power 16 اللي هم هيدوني حوالي 65000 احتمال، 65000 احتمال، وبالتالي عندي حروف كتير قوي اقدر اريبريزنتها. طيب التيبل ده شكله عامل ازاي؟ اتفضل. هو اللي احنا فصلنا خلينا 2 باور 6 في 2 باور 10، ما خلينا 2 باور 16 على طول في السلايد اللي قبل كده. اقول لك ليه، اقول لك ليه 2 باور 16 مش هي 2 باور 6 2 باور 10؟ انا كده عملت بس كده غلط. طيب 2 باور 10 بكام؟ بكي 2 باور 10 بكي صح؟ 1 كي 1 كيلو تمام. اللي هي ال 1024 تمام. صح كده؟ و 2 باور 6 ب 64 معروفه 64 تمام. فتبقى 64 كي 64 كي، فبنعمل المنظر ده عشان نقراها بسرعه يعني. ماشي؟ تمام. اوكي. هي مثل اللي بالظبط معلش. عدد الحروف اللي اقدر اريبريزنتها في تيبل بيستخدم الحرف الواحد بريبريزنته في 2 بايت. زي هنا لو قلت لك كل كاركتر بريبريزنته في 1 بايت ساعتها اقدر اجيب 256 شكل مختلف. هنا التيبل اللي انا عارضه ده موري لك لو استخدم 7 بيت بس، لو بستخدم 7 بيت اللي هو الستاندرد اقدر اجيب 128 كاركتر مختلف اللي هم في الجدول دول من 0 لغايه 127. يعني دول ده ده بجد ده حقيقي دول 1 بايت، ده اقل من البايت ببيت 7 بيت. دول كده ده الستاندرد، يعني انت فعليا لو جبت الكيبورد ورحت جاي قطع السلك بتاعها وخدته وحطيت جهاز اوسيلوسكوب اللي بيرسم السيجنالز، ولما تدوس على المفاتيح هتلاقي فعلا بيظهر لك المنظر اللي انت شايفه ده، هتلاقي الكودز دي، الكودز دي هتظهر قدامك. بلاش الكيبورد، لو انت جبت اي فايل على الكمبيوتر ممكن ساعات الكيبورد يحط فيها كودز اكتر، بس الستاندرد هو الاسكي. لو بنفترض انها بتبعت اسكي هتبعت الارقام دي. مثال تاني، لو انت جبت تكست فايل على الكمبيوتر كاتب فيه ABC ورحت جاي جايب الفايل ده شايفه جوه الميموري هتلاقي فيه الاكواد دي، بمعنى لو انت كاتب A هتلاقي فيه 65، لو انت كاتب B هتلاقي 66. على فكره حتى الارقام ليها كود، لان الكمبيوتر هو ما يعرفش، هو هنا مش بيتعامل مع ده انها 5+4، لا هو انت ممكن تقول لواحد قابلني الساعه 3:30، قابلني دي مكتوب حرف قابلني قاف الف ب، كل دي رسومات، فهو شايف دي عباره عن رسمه مكتوب فيها 5. فأي مفتاح بتكتبه على الكيبورد أو أي مفتاح بتبقى موجود في فايل هو في النهاية يو ريبريزنت بالنسبة له رسمة. فلما يشوف الكود ده الباينري ده
يروح جاي حاطط لك راسم لك على الشاشه الرسمه دي او على الموبايل الرسمه دي، وبالتالي هتلاقي ان هو ده ال7، ده ال7 بيتس اللي هو النون ده الستاندرد. الستاندرد سوري الستاندرد اللي هو 8 بيتس الجدول قد ده مرتين. عاملين في جدول بقى في ايه، في زاويه كده مثلا، في زاويه هنا في حروف الفا بيتا جاما، في بعض الحروف اللي هي الفرنساوي وعليها اقسام ومش عارف ايه، والحروف الالماني. وبالتالي هتلاقي حط حروف شويه حروف شويه حروف في اللي هي مين، في الستاندرد، في النون ستاندرد اسكي كود. لكن عشان يبقى في عربي بقى وهندي وصيني ومش عارف مين، لازم تستخدم اليونيكود. زمان لما كان حد بينستول الويندوز، ما اعرفش حاليا، بس لما تنستول الويندوز الديفولت بينزل بالاسكي كود بس. لو جيت هي اللي بالكيبورد عربي وبتكتب مش هيكتب حاجه، كنا لازم بنفسك تقول له اعمل انستول لليونيكود، انستول اليونيكود. او ممكن يقول لك ايه، هل انت بتستخدم لانجوج بتحتاج فيها يونيكود؟ ساعتها بتقول له اه. حاليا بقوا بيتعاملوا مع الناس تبقى يعني اسهل شويه، فكان دلوقتي بقت الاسئله اسهل. زمان كان يقول لك كده انت عايز يونيكود ولا لا، دلوقتي بقى يقول لك ايه انت اللغه بتاعتك ايه. فلو قلت له عربي او هندي او صيني اوتوماتيكلي ينزل لك اليونيكود في السيستم بتاعك. لكن لو انت ما عملتش انستول اليونيكود ودخلت على اي ويب بيج فيها عربي، مش هتشوف حاجه، هتشوف شويه شخبطه. ليه؟ لان هو مش فاهم ايه الحروف دي. يبقى الخلاصه التيبل ستاندرد كل حرف ليه رقم، لما بتكتب اي فايل بيسجل الارقام دي بالنيابه عنك. خليني اوريها لك بمثال عملي. بص كده لو دكتور طب سؤال، هو انا لو في بوتنز على الكيبورد ليها كذا كذا حرف ومثلا حرف وشكل، لما بتدوس شيفت ده بيغير الكود اللي بيتبعت صح؟ طبعا كل واحد يبقى ليه كود غير التاني. خلينا كده نبص مع بعض اوري لك قصدي ايه بالكلام ده. انا هكتب هنا هعمل نيو اوكي تكست فايل، تكست فايل عادي خالص اهو، وهكتب جواه اي بي سي، اي بي سي دي 1 2 3 4 اوكي، اي بي سي دي 1 2 3 4. الفايل ده بيز ده على السلايد اللي احنا عارضينها اهيت. المفروض الاي بكام؟ الاي ب 65. على فكره 65 دي ديسيمال، بالهكسه تبقى 41. ده الكود بتاع الاي، الكود بتاع البي 66، السي 67، الدي 68 وانت ماشي. الاي سمول 97، اللي بعديه 98 90. الزيرو الكود بتاعه 48، يبقى الواحد 49. على فكره انت اللي محتاج تحفظ الاي كابيتال والاي سمول والزيرو بس، بعد كده اي واحد تاني تقدر تستنتجه. يعني انت عايز حرف السي يبقى هو اللي بعد الاي ب 2، الاي ب 65 يبقى 66 67. فانت لو حافظ الاي كابيتال والاي سمول والزيرو تعرف تجيب معظم الجدول عندك، الاي كابيتال والاي سمول والزيرو. تاني كده الاي 65 بالهكسا 41، الزيرو بالهكسا 48 بالهكسا 3 0 اللي هي 3 في 16 3 0. الناس اللي ذاكرت المحاضره اللي فاتت 3 0 49 3 1 اللي هي الواحد وهكذا. طيب هو ده خلينا مكتوب انه باينري، ده باينري. ما انا بقراه بالهكسا بس، ما انا قلت 3 ما قلتش 1 1، انا قلت 3 صح كده. فانا قريت الرقم ده بالهكسا يبقى كام، قريتهم 4 4 عشان كده قلت 3 سوري تبقى كده. استنى معلش تاني، قول تاني 65 ازاي بالباينري تبقى كده، تبقى 0 1 0 0 0 1. خدنا المحاضره اللي فاتت 64 وحط 1 64 وحط 64 بالظبط، وذاكر المحاضره اللي فاتت هتلاقيها مشروحه بالتفصيل. يبقى دي عندنا الاكواد. اتفضل. يعني انا دلوقتي بشوف، يعني انا مش دلوقتي بشوف الارقام او الحروف ايه الكود بتاعها في التيبل اللي هو اللي احنا عندنا ده، بعد كده لما اجيب الرقم بتاعها اللي هو الكود بروح قلبه بالباينري. يعني مثلا لو انا عايز الصفر الصفر 48 ده الكود بتاعها، بعد كده اقلبها بالباينري. انا بقول لك عشان اجيبها بتكتب ازاي انا بقول لك بتتكتب ازاي انا بقول لك الزيرو كرسمه الكود بتاعها في الجدول ب 48. هو في تشوبينج صوت الزيرو في الكرسمه، كرسمه الزيرو الكود بتاعها 48. 48 دي بالباينري تتعمل 4 اصفار 1، وبالتالي تبقى بالهكسا 3 0. دي المعلومه اللي بقولها لك. بقول الكلام ده ليه؟ تمام. بص الاكزامبل اللي معايا هنا، احنا كتبنا فاكرين الفايل ده كتبنا فيه ايه؟ اي بي سي دي، نكتب الزيرو كمان اهو 0 1 2 3 4 اوكي. تاني اي بي سي دي 0 1 2 3 4 وسجلت الفايل. لما اجي دلوقتي انا عندي بس في برنامج اسمه نوت باد بلس بلس بيقدر يعرض، بيقدر يعرض الباينري والهكس. لو خدت الفايل ده هرميه هنا كده هيجيب لي الكونتنت بتاعته
اللي هو اتفقنا كام اي بي سي دي 0 1 2 3 4. لما اقول له وريني كهكس ديسمال ده اللي هيقوله لي، بيقول لي الاي بي سي دي الفايل ده جواه كباينري 4 1 بالهكس ديسمال 4 1 4 2 4 3 4 4 دي اللي هي اي بي سي دي. بعدين الزيرو دي اللي هي 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4. اوكي بص هنا لو انا حبيت اعدل في الفايل بدل ما دي 4 خليها 5، ايه اللي هيحصل؟ بدل 3 4 تبقى 3 5. هنا الحرف ده الاي ده بدل ما هو اي كابيتال خليته اي سمول، هيبقى الكود بتاعه وانا بوظت الفايل هيكتب لي الكود بتاعه اللي هو مثلا بقى 6 1 وهكذا. فبالتالي اللي انت شايفه قدامك ده اللي احنا بني ادمين بنشوفه، لكن اللي جوه الفايل متسجل في الهارد ديسك ايه؟ الارقام دي اللي هي بالباينري. اعتقد هنا ممكن نشوفها كباينري تو باينري، ده اللي متسجل في الكمبيوتر زيروز وانز، دي اللي هي الايكويفالنت الحروف اللي انت كاتبها اللي هي اي بي سي دي 1 2 3 4 الى اخره. انا عايز اوريك حاجه كمان مهمه قوي. لو انا عملت هنا نيو بيت ماب ايمج صوره، انا عامل صوره اوكي، وهاجي دلوقتي في النهايه ده فايل جوه الكمبيوتر، الكمبيوتر ما يعرفش غير زيروز وانز اوكي. انا هرسم صوره جوه الفايل ده ايديت بين ايديت اهوت، هرسم اي حاجه في الفايل ده وليكن اي حاجه مثلا سيركل مثلا اوكي، خلي الفايل بس حجمه صغير عشان ايه كتير. ده الفايل بتاعي وسجلته. مره تانية ادي الصوره اهي جواها ايه ايديت اهي، صوره فيها سيركل. في الحقيقه الفايل ده جواه ايه؟ متسجل ازاي على الكمبيوتر؟ شويه صفار وحايد. طيب مين اللي يعرف ان هي صوره؟ انا كبني ادم عارف انها صوره. طب لو قلت له افتح لي الصوره دي از تكست ينفع؟ اه ينفع، انت حر. ايه اللي جايبه ده؟ شويه شخبطه. ليه شويه شخبطه؟ والله هو جاب لك الهكس ديسمال ده اللي متسجل في قلب الفايل، شويه الاصفار والوحيد دول كده، دول هم دول اللي فيهم رسمه السيركل، انت شفتهم از اسكي، انت مشكلتك انت. فالكمبيوتر ما يعرفش الفايل ده فيه ايه، الكمبيوتر عنده فايل متسجل فيه شويه ارقام، انت حبيت تعرضهم كصوره قول له ارسمهم لي في برنامج البينت، اه كده هيفهمه. قلت لي اعرضهم لي از تكست، هياخد كل رقم يجيب الاسكي كود بتاعه ويكتبه لك، يطلع لك شويه الشخبطه دي. طبعا لو انت خدت التكست فايل ده حبيت تفتحه في البينت مش هيعرف، لان لازم يكون فيه تاجز وهيدرز معينه عشان يقدر يقرا الفايل، لكن التكست مجرد شويه اسكي كود جنب بعض. يبقى نرجع مره ثانيه، انا عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان الكمبيوتر ما يعرفش حاجه غير الباينري. احنا كبني ادمين اللي بنترجم الباينري ده لميننج عندنا، وليكن بالرسومات ليكن بالكاركترز، احنا اللي بنفهم ده وبنعرضه از بوزيتيف او از نيجاتيف، لكن هو مسجل شويه ارقام زيروز وانز. بعض التيبلز هنا بعض الناس كانت بتستخدمها زمان اسمها كنترول كاركترز. كنترول كاركترز دي كمثال مثلا لو انا بكتب لو انا هكتب هنا مثلا كده، انت بتكتب دوست اي بي سي، لما بعمل انتر انا دوست على مفتاح الانتر دلوقتي عمل حاجتين. ايه هو؟ لو خدت بالك هتلاقي الكورسر ده اللي انا كنت بكتب بيه ده جه في الاول ونزل في السطر اللي تحت. تاني اي بي سي لما عملت انتر الكورسر ده عمل حاجتين، نزل في السطر اللي تحته وما نزلش هنا، جه في الاول. وبالتالي الانتر دي عباره عن اتنين كود اللي هم ايه؟ الانتر هي عباره عن النيو 13 اللي هو ده كاريج ريتيرن ونيو ولاين فيد و10 13 و10، الكودين دول هم اللي هيتسجلوا. فلما بتعمل اي بي سي عملت انتر دي اي اف المفروض تلاقي الكود بتاع الاي بي سي وبعدين في كاركتر اسمه نيو فيد ونيو لاينز وبعدين فيد دي اي اف. ليه؟ عشان يعرف يوريهم لك، عشان يعرف يريبريزنتهم ان هم موجودين على تو لاينز. بصوا يا جماعه دي اللي هي ال 13 وال 10. تاني كده انا عملت ايه؟ كتبت اي بي سي انتر، فالانتر دي خلت الكورسر ينزل تحت ويجي على الاول. فانا قلت لك بيزد على التيبل ده اللاينز اللي عندي كود 13 اللي هي كاريج ريتيرن، كاريج ريتيرن يعني ارجع ورا شمال، ارجع الاول. هو بيتكلم كانه قال كاتبه بترجع لاول السطر يعني. ولاين فيد يعني سطر جديد. فلما انا عملت كتبت اي بي سي انتر تي اي اف، هو هيعرف منين في الفايل انك عايز تعمل نيو لاين؟ فهو بيسجل الكودين دول. الكودين دول، هو بيقول لك ما لهمش حرف يتعرض. اللي هم الكود 13 و10. فلما بتيجي تسجل في الفايل شويه حروف وبعدين تحط له 13 10 وبعدين شويه حروف، كبني ادمين لما يجي يعرضهم لك يقول لك ان انت عامل نيو لاين، فعارف من هنا نيو لاين. وبالتالي دي اللي هي الكنترول كاركترز. طبعا في حاجات كتير بتستخدم مش مهم تعرف فايدتها ايه، بس كنترول كاركتر بنبيهم اكشن مش برنتبل،
زي السبيس 32 دي مجرد سبيس، حلقه دي باينه مسافه فاضيه. الخص كلامي تاني، عندنا ارقام بنربريزنت بيها الحروف، لما احتاج تدوس على اي حاجه في الكيبورد تسجل حاجه في فايل بيسجل الاسكي كود بتاع الحرف، لما تحب تعمل عليه اريثماتيك اوبريشن لازم يحولهم لارقام عاديه ويشتغل عليه. شفت من شويه ان الواحد الزيرو ب 48 والواحد ب 49، لو قلت لك مالي 1 زائد 2 هيطلع لي 99، ما ينفعش، هو لازم يخلي دي باينري 1 الاول ودي باينري 2 الاول وبعدين يعمل الاوبريشنز بتاعته. لذلك عشان يفيدونا في ده التيبل ده مش محطوط عشوائي قوي. بمعنى ايه؟ لو ركزت كويس هتلاقي ان الارقام الكاركتر من 0 ل 9 الموست سيجنيفيكانت بيتس فيهم الرقم دايركت، 4 صفار 1 2، بص ال 9 كود بتاعها كام؟ 9 1 2. وبالتالي لو انت خدت الرقم ده اي رقم اسكي كود من 0 ل 9 وعملت له اندنج مع 4 وحايد 4 اصفار هيتحول الرقم الى الباينري بتاعه. اقول تاني، لو مسكت اي كاركتر من 0 ل 9 عملت له اند اوبريشن مع 4 وحايد 4 اصفار، الرقم اللي على اليمين هينزل زي ما هو والرقم اللي على الشمال هيتحول الى اصفار، لان اند عملت اند مع اصفار. حاجه دي من سوء المعيار، كاني بعمل ماسكينج، بباسك الرقم. فاقدر احول اي رقم من كاركتر الى من اسكي كود الى الباينري فاليو بتاعته. ميزه تانية بين الكابيتال والسمول، هتلاقي ان التيبل الاي كابيتال والاي سمول نفس الكود، الفرق هي البيت سي دي بس، البيت سي دي بس هي الفرق الوحيد، ودي ميزه. لو انا خدت الرقم ده وعملت له اور مع مين؟ عملت له اور مع 0 0 1 0 2 3 4، لو عملت الرقم ده اور مع الرقم ده يطلع ايه؟ انا بقول اور، احتفانا يعني ايه اور؟ اورينج يعني اي واحده فيهم واحد تنزل واحد، هيطلع 0 1 1 0 0 0 0 1، الرقم ده هو الاسمول. وبالتالي جاست ان انا اعمل اورينج مع البيت سي دي كده كاني بسيت البيت سي دي، فاقدر احول اي كلمه من كابيتال الى سمول. بص كده الرقم تحول من كابيتال الى سمول. تاني المعلومه اللي كنت بقولها تحت على الاسكي كود على النمبرز، رقم زي ده 9 لو انا خدت ده وعملت له اندنج مع 4 اصفار 4 وحايد يطلع ايه؟ الرقم ده 4 اصفار 4 وحايد. الرقم صفر، اي رقم صفر اندنج مع اي حاجه يطلع 0، اي رقم اند مع اي واحد يطلع هو نفس الرقم. هو على اساس ان 4 اصفار 4 وحايد دي معلش، ولا انا بقول لك لو انا عندي، لو انا عندي الكواد بتاعه الاسكي كود من 0 الى 9 الكود بتاعها بتلاقيه دايما ايه 0011 وبعدين 4 اصفار، اللي بعد منه هتلاقيه ايه اللي هو الواحد الكود بتاعه ايه، هتلاقي 0001 سوري 11 وبعدين 0001. فهتلاقي دايما ان الكود بتاع الحرف هو الرقم موجود على اليمين. فانا لو بقول لك لو اي رقم من دول عملت له اندنج مع 4 اصفار 4 وحايد هيطلع ايه الريزلت بتاعته؟ هيطلع ايه الريزلت بتاعته؟ اي رقم في الدنيا تعمل له اند مع زيرو اكيد هيطلع زيرو، لان عشان تطلع اند لازم يكون واحده فيهم بواحد، وبالتالي الحل الوحيد ان يطلع واحد ان يكون واحدين. فالحركه دي بنسميها احنا بنعمل ماسكينج كده. يبقى انا قدرت احول الرقم بدل ما هو اسكي كود اجيب احوله الى رقم، وبالتالي اقدر اجمعه. يعني تخيل هنا التسعه الكود بتاعي يبقى ايه؟ 0011 1001 دي كود التسعه. كود الثمانيه ايه؟ 1000 ده سوري انا عملت غلط، 0011 ده كل انت 100 حطه على اي حاجه ولا هو ده كود فعلا؟ ده كود فعلا. بص كده انا قلت لك هنا هم عملوا الكود بتاع كل الارقام 11 وبعدين الرقم 11 وبعدين الرقم اللي هم 48 49 50. عملوا كده ليه؟ مش هباء، عملوا كده عشان يسهلوا الحركه اللي انا هعملها دي. انا عايز اجمع 8 و9، عايز اجمع 8 و9 هجمعهم ازاي؟ لازم احول ده اشيل الوحدين دول، انا لازم اشيل دول. فانا بقول لك اعمل له ايه؟ اعمل ده اند مع 4 اصفار 4 وحايد. هنا هعمل الرقم ده اند مع كام؟ نفس الكلام، اند مع 4 اصفار 4 وحايد. لما تعمل اند مع 0 كانك بتمسحه، لما تعمل اند مع 1 يعني لو واحد تطلعه فده يطلع لك ايه؟ 4 اصفار صح 1 0 0 0. الرقم اللي تحت هيطلع ايه؟ 4 اصفار. ليه 4 اصفار؟ عشان عملت اند مع اصفار مع زيروز، عملت له ماسك مع 1001. لو انا جمعت بقى دول على بعض هيطلع 17 فعلا.
بعرف ان الاجابه سيكس. طبعا ارجعها ستادي ازاي مالكش دعوه، يعني هما محطوطين بالطريقه دي عشان نعرف نحولهم للرقم الفاليو بتاعتهم بجد بسهوله. اه بسهوله. هو اللي بقول لك اللي عمل الجدول ما كانش بي يعني ما الفش، مش بيالف، مش بيحط اي حاجه، لا هو قاصد يحط الكاركترز دي بالترتيب ده. ففعلا هنا يعني عندك الاي للزد اهي، الزيرو للتسعه ليه مش جنبهم؟ ليه مش جنبهم؟ فاحد المميزات الموجوده ان كل الارقام موجوده على اليمين. بغض النظر، بص علشان ما تلقوش نفسكم في اللي انا قلته، الخص اللي انا محتاجه منك تبقى عارفه، هقول تاني الملخص. الحروف الكاركترز بتتبريزنت على هيئه ارقام، كل كاركتر كل رسمه ليها رقم، الاي كابيتال لغايه الزد، الاي سمول لغايه الزي، الزيرو لغايه التسعه، كل واحد ليه كود. معلومه بضيفها لك ان الفرق بين الاي كابيتال والاي سمول ان البيت سي دي بواحد. اعمل دي ازاي؟ يا اور مع رقم كل صفار والبيت سي دي ب1 بس، او اجمع 32. لو جمعت 32 هيطلع لي الرقم ده. نفس الكلام هنا، الارقام من 0 ل 9 لو انا عملت ماسكينج او عملت له اند مع رقم صفار وحيد هينزل لي الاربعه بيتس اللي على اليمين اللي فيهم الرقم. ايه اللي مطلوب تحفظه؟ محتاج تحفظ الكود بتاع الايه، الاي سمول الكابيتال والاي سمول والزيرو. ليه؟ يكفي انك تعرف ان دي 65 ودي 67، الفرق 32 على فكره، ودي 97 ودي 48. فانت لو عارف الاي كابيتال هتقدر تعرف بسهوله ان البي اللي هي بعد الاي بواحد، لو الاي ب 65 يبقى اكيد البي ب 66، الاي سمول ب 97 يبقى اكيد البي ب 98، الزيرو ب 48 يبقى اكيد الواحد 49. وبالتالي مجرد لو عديتهم على صوابعك هتعرف تجيب الحرف. عايز تعرفهم باينري برضو او تعرفهم هيكسا هيسهل لك حاجات في حياتك. انا بتكلم مش السنه دي، بتكلم ان جنرال في حياتك بشكل عام، لو بتشغل على كمبيوتر او بروجرامنج او بتعمل سيركتس هتحتاج الحاجات دي كتير. فالاي ب 4 1، الاي سمول اللي هي ب 6 1 اللي هي ب 6 1 اوكي، الزيرو اللي هي ب 3 0 ب 3 0. لو انت حفظتهم هيسهلوا لك، مش عايز تحفظهم يكفي تحفظ دول وتحولهم لو انت عاوز تستخدمهم بعد كده. جهاز هانج، انتوا سامعيني مش كده يا جماعه؟ اه تمام. هو كيبورد بس علقت، ثواني وهيشتغل ان شاء الله. يبقى على ما تشتغل مجرد بنعمل المابنج من دول. الحته تاني اللي هو ساعات بيجيبوا فيها على ايه كويشنز، يقول لك ايه لو انا بريبريزنت الارقام، اوكي لو انا بريبريزنت الكاركترز بتاعتي بالاسكي كود، يبقى الحرف كل حرف عايز 1 بايت، كل حرف عايز 1 بايت، زي ما شفناه في النوت باد مع بعض، زي ما شفنا في النوت باد بتاعتنا مع بعض لما كنت كتبت الحاجات الاي بي سي دي، كانت كل واحده مكتوبه في قد ايه؟ في بايت. خليني اوريها لك تاني اهي، تاني اهو، كل واحده من دول لما اقول له هنا هيكسا اكتب مثلا ايه هالو مثلا، دول كام حرف؟ 1 2 3 4 5. لما اجي دول واقول له وريني الهكس ديسمال بتاعهم، كل واحده منهم واخده قد ايه؟ 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس. لو فرضنا ان انا عايز اكتب عربي، في بقى حاجه هنا بس انا مش عايز اقلقكم، يعني محتاج تدخل في اللانجويج وتقول له الانكودنج ده، يعني حاليا ده كده انا ما يهنكش الانكودنج، محتاج تقول له ده الانسي ده اللي هو العادي، محتاج تقول له بقى يونيكود 8 او 16 عشان تقدر تريبريزنت الكلام ده. فلو قلنا له مثلا 16 وعملت ده هيكسا كده، هتلاقي ان كل حرف منهم موجود في كام؟ في 2 بايتس، في 2 بايتس. بعمل كده ليه؟ عشان لو عايز اكتب حروف عربي ومش عارف مين الى اخره. خلاصه الكلام، لو انا عندي بتكلم باستخدام الاسكي كود كاتب كلمه 5 حروف تبقى محتاجه 5 بايت. طب لو باستخدام اليونيكود 5 حروف محتاجه كام بايت؟ 10. ليه؟ لان كل كاركتر عايز كام بايت؟ عايز 2 بايتس، عايز 2 بايتس عشان يسجل. بشكل يا جماعه يبقى عرفنا ازاي نريبريزنت الحروف. حاليا المفروض تقدر تحل شيت 5، المفروض تقدر تحل شيت 5. مره ثانيه بفكركم الناس اللي دخلت محاضره متاخر، المحاضره الخامسه دي ان شاء الله مش داخل، المحاضره دي مش داخل الميد تيرم. الميد تيرم بتاعنا اخذنا الليكتشر اللي فاتت اللي هي ليكتشر 4 والشيت بتاعها اللي هو شيت 4. جاست نوت شيت 5 هنا اخره هتلاقي عندك في اخر ثلاث اسئله دول ينفع تحلهم بليكتشر 4 على فكره. السؤال ده سهل حتى، ده ممكن يجي في الامتحان عادي، اللي هو ازاي بوينت 8 نعملها في 6 بيتس. السؤالين دولت يعني ماثماتيك شويه، فانا ما تقلقش نفسك منهم، بس ان شاء الله في الاوفيس اور بتاعت الشيت ده حاول تحلهم وما تقولش لزميلك عليهم. اللي هيقدر يحلهم لي في الاوفيس اور، في يوم الاوفيس اور ممكن اديله بونص عليهم. تاني كده السؤالين اللي تحت دول ما تقلقش نفسك لو ما عرفتش قوي، هي بتحتاج شويه باك جراوند ماثماتكس شويه، او ممكن تحتاج حد يساعدك كماثماتكس. فلو قدرت تحلهم احتفظ بالاجابه وريها لي ان شاء الله في يوم الاوفيس اور،
هقرر كده وممكن ادي بونص عليه. بالنسبه لك حاليا تقدر بالمحاضره الثانيه تقدر تحل الشيت بتاعنا كله، والثلاث اسئله دول زي ما قلت تقدر تحلهم بالمحاضره الاولانيه، السؤال ده ممكن تحله بالمحاضره الاولانيه بسهوله شديده. طيب ان شاء الله الامتحان بتاع الميدترم بتاعنا الخميس مش ده اللي بعده، ثواني بس يعني انا هقفل الريكوردنج عشان نقعد نتفق مع بعض. بسم الله. فاحنا عندنا هنا